ده هو تيكي ميتشي، شاب فاشل وحياته متبهدلة على الآخر، ما بيعملش حاجة في حياته غير إنه يتهزأ من الناس، مديرته في الشغل وجيرانه وحتى الأولاد في الشارع. وفي يوم من الأيام وتحديدا في يوم 2/7/2017 بيكون تيكي ميتشي قاعد بيتفرج على التلفزيون وإذ بخبر بيطلع قدامه بيقول إن في حادثة حصلت امبارح بسبب عصابة تدعى عصابة طوكيو مانجا. سبب الحادثة هو قتال بين أفراد العصابة، والضحايا في الحادثة ديت هي بنت اسمها هيناتا تاتشيبان وولد اسمه ناتو تاتشيبان. وأول ما بيسمع تيكي ميتشي اسم هيناتا بيقول ان هو سمع الاسم دوت قبل كده، وبيتضح فعلا ان هيناتا ديت هي حبيبه تيكيميتشي من الاعداديه، ولكن تيكيميتشي بيكون مش فاكر شكلها اصلا ومش فاكر بس غير اسمها، وما بيحطش تيكيميتشي الموضوع في دماغه وبيكمل حياته الممله زي ما هي. وفي يوم من الايام بيكون تيكيميتشي واقف عند محطه القطر ومستني القطر ما يجي عشان ياخده ويروح بيته، ولكن هو واقف بيفكر في حياته الممله اذ بشخص بيجي من وراه وبيزقه وبيوقعه على السكه الحديد بتاعه القطر، ولسه تيكيميتشي هيقوم عشان يشوف مين اللي زقه بيلاقي ان خلاص القطر قرب منه وخلاص هيدوسه. وفي تلك اللحظه اللي بيكون تيكيميتشي خلاص على وشك انه يموت فيها ما بيفتكرش غير حاجه واحده بس، وهي البنت اللي اسمها هيناتا تاتشيبان. واول ما بيفتكر تيكيميتشي هيناتا بتحصل معجزه لم يتوقعها احد. تيكيميتشي بيفتح عينيه وبيلاقي نفسه قدام مرايه وشكله غريب جدا. تيكيميتشي بيبص للمرايه وهو مش فاهم هو ايه اللي بيحصل بالظبط، ده شكله اللي هو فيه دوت شكله لما كان في الاعداديه. تيكيميتشي بيبص في جيبه وبيلاقي معاه تليفون، بيطلع التليفون وبيبص في التاريخ، وهنا كانت الصدمه. تيكيميتشي في 4/7/2005، ودوت معناه حاجة واحدة بس، وإن تيكيميتشي رجع 12 سنة لورا. وبيسمع تيكيميتشي حد بينادي عليه وبيبص وبيلاقي إن دول أصدقائه من الإعدادية. بيتعرف تيكيميتشي عليهم كلهم وبيعرفهم واحد واحد، وبيمشي تيكيميتشي مع صحابه وعمال يفكر هو إيه اللي بيحصل بالظبط. وبعد تفكير طويل بيستنتج تيكيميتشي إن هو بيشوف شريط حياته قبل ما يموت وإن القطر خلاص داس عليه. وبيفضل تيكيميتشي ماشي مع صحابه وفاكر إن شريط حياته بيتعرض قدامه قبل ما يموت، وبيكون صحابه رايحين عشان يضربوا أولاد من مدرسة تانية ويتنمروا عليهم. ولكن لسوء الحظ بيتورط تيكيميتشي واصدقائه في قتال ضد شخص اسمه كيوما ساو العصابه بتاعته، وبيضرب كيوما ساو العصابه بتاعته تيكيميتشي واصدقائه ضرب قوي جدا لحد ما كانوا على وشك انهم يقتلوهم. وبعد ما بيخلص كيوما ساو ضرب في تيكيميتشي واصدقائه بيقول كيوما ساو تيكيميتشي واصدقائه ان انتم من النهارده بقيتوا عبيد عند افراد العصابه بتوعي، وكمان عبيد عند افراد العصابه اللي انا تابع ليها وهي عصابه طوكيو مانجا. واول ما بيسمع تيكيميتشي اسم عصابه طوكيو مانجا بيفهم كل اللي بيحصل بالظبط، بيفهم تيكيميتشي ان هو مش بيشوف شريط حياته ولا حاجه، انما رجع فعلا 12 سنه لورا، وان هو دلوقتي بيعيش احداث 4/7/2005. وبيفتكر كمان تيكيميتشي في الوقت دوت السبب اللي مخلي حياته متدمره خالص في المستقبل ومخليه انسان فاشل وملهوش اي لازمه، وسبب دوت ان هو بعد ما بقى عبد عند افراد العصابه فضل يتعذب وفضل يتضرب من افراد العصابه هو واصدقائه لحد ما قرر تيكيميتشي ان هو يسيب المدينه ويهرب. وفعلا اول ما خلص تيكيميتشي الاعداديه هرب من المدينه ومرضاش ان هو يكمل تعليم، وفضل يشتغل عند اشخاص كتير جدا مختلفين، وكان دايما بيغلط وما بيعملش حاجه بس غير ان هو يعتذر. وفضل تيكيميتشي عايش حياته متبهدله لحد ما جه يوم 4/7، اليوم اللي فيه شخص مجهول زق تيكيميتشي على السكه الحديد بتاعه القطر وخلى القطر يدوسه وحصلت المعجزه. وبعد ما بيفتكر تيكيميتشي كل ده بيفهم تيكيميتشي حاجه واحده بس، بيفهم ان الحياه ادته فرصه واحده تاني، ادته فرصه يقدر يغير فيها حياته المتبهدله ويبقى انسان طبيعي. ولكن هو هيعمل كده ازاي؟ هيعمل كده ازاي بعد ما بقى عبد عند افراد العصابه؟ اول خطوه كان ممكن يتجنبها حصلت خلاص. تيكيميتشي بيكون مش عارف يعمل ايه، بيقوم وبيفضل يمشي مع اصدقائه وهم زعلانين جدا بسبب اللي حصل لهم وانهم كلهم بقوا عبيد عند العصابه. واثناء ما تيكيميتشي ماشي بيفضل يفكر في عصابه طوكيو مانجا، عصابه طوكيو مانجا اللي سمع عنها تيكيميتشي في المستقبل وانها ادت الى موت شخصين، البنت اللي اسمها هيناتا تاتشيبان واللي هي حبيبه تيكيميتشي، والولد اللي اسمه ناتو تاتشيبان واللي اتضح ان هو اخو هيناتا. وبيسيب بعد كده تيكيميتشي اصدقائه وبيروح عشان يشوف هيناتا، بيروح تيكيميتشي البيت هيناتا عشان يشوفها ويفتكر شكلها لان هو نسي شكلها اصلا. بيخبط تيكيميتشي على الباب وبتفتح له هيناتا، واول ما بيشوفها تيكيميتشي بيبدا انه يعيط لان هو بالنسبه له بقاله سنين كتير جدا ما شافهاش. وبتفضل هيناتا تتخانق مع تيكيميتشي بسبب الجروح الكتير جدا اللي في وشه، وبتقول له ان هو لازم يبطل خناق ولازم ان هو يهتم بنفسه. وبعد ما بيخلص تيكيميتشي كلام مع هيناتا بيمشي وبيقعد لوحده وبيفضل يفكر هيعمل ايه، وبيفضل تيكيميتشي يقول في باله ان بعد 12 سنه هيناتا هتموت بسبب عصابه طوكيو مانجا، وكمان هو هيموت بسبب ان القطر هيدوس عليه. واثناء ما تيكيميتشي قاعد بيلاقي ان في مجموعه من المتنمرين بيتنمروا على احد الاولاد، فبيتعصب تيكيميتشي وبيمشي المتنمرين دولت وبينقذ الولد منهم. وبيتعرف بعد كده تيكيميتشي على الولد دوت واللي بيتضح ان هو ناتو تاتشيبان اخو هيناتا واللي هيموت مع هيناتا بعد 12 سنه. وبيقعد بعد كده ناتو مع تيكيميتشي، وبيكون تيكيميتشي زعلان جدا وبيكون مش عارف يعمل ايه، وبيبدا تيكيميتشي انه يتكلم مع ناتو ويقول له على كل حاجه ويقول له انه في يوم 4/7 القطر داسه وبعدها لقى نفسه في الماضي، وبيقول له كمان ان هو لازم يحفظ التاريخ دوت كويس جدا، يوم 1/7
2017 انت واختك هيناتا هتموتوا بسبب عصابة طوكيو مانجا، وان مهما حصل يا ناتو لازم تفتكر التاريخ دوت، لازم تفتكر التاريخ دوت وتنقذ اختك وتنقذ نفسك من الموت، لان انا بحب اختك. وبيصدق ناتو كل كلمة قالها تيكيميتشي، وبيقول له ان هو هيعمل اللي يقدر عليه، وبيسلم بعد كده تيكيميتشي على ناتو. واول ما بيلمسوا هما الاتنين ايدين بعضيهم بتحصل حاجة غريبة، وبيصحى بعد كده تيكيميتشي بيلاقي نفسه في المستقبل، وبيلاقي نفسه في المستشفى بتاعت محطة القطار، وبيبص تيكيميتشي للتاريخ فبيلاقي نفسه في 4/7/2017، وبيستغرب تيكيميتشي وبيكون مش عارف هو ايه اللي حصل وازاي نجا من القطر اللي كان على وشك ان هو يدوسه. ولكن فجأة بيظهر شخص غريب وبيقول لتيكيميتشي ان هو اللي نقذه من القطر قبل ما يدوسه، وبيتضح ان الشخص دوت هو ناتو تاتشيبان اخو هيناتا، واللي قدر ان هو ينجو من الموت بسبب ان تيكيميتشي قال له على كل حاجة في الماضي. وبيقول ناتو لتيكيميتشي ان بسبب ان هو قال له على كل حاجة في الماضي فضل يشتغل ويجتهد لحد ما بقى ضابط شرطة، وقدر انه ينقذ نفسه من الموت، وقدر كمان ان هو ينقذه من الموت قبل ما القطر يدوس عليه، لان هو كان عارف كل حاجة هتحصل. ولكن رغم ان تيكيميتشي غير المستقبل بتاع ناتو وخلاه ما يموتش، وكمان غير المستقبل بتاعه بعد ما ناتو انقذه وخلاه ما يموتش في حادثة القطر، الا ان الوحيدة اللي ما اتغيرش المستقبل بتاعها هي هيناتا، وان هيناتا رغم كل دوت ماتت بردك في نفس الحادثة بتاعت عصابة طوكيو مانجا، وكمان في نفس اليوم واللي هو 1/7. وبيطلب بعد كده ناتو من تيكيميتشي ان هو يساعده بقدرته في الرجوع للماضي عشان يقدر ان هو ينقذ اخته هيناتا، وبيوافق تيكيميتشي على عرض ناتو ان هو ينقذ هيناتا، لان هيناتا في الاخر هي حبيبته وهو عايزها تبقى موجوده معاه في المستقبل. وبيبدا ناتو انه يعرف تيكيميتشي كل حاجه عن عصابه طوكيو مانجا، لان عصابه طوكيو مانجا هي اللي متسببه في موت هيناتا. وبعد يومين كاملين بعد ما عرف تيكيميتشي كل حاجه عن العصابه، بيقول تيكيميتشي لناتو ان حسب الاستنتاج اللي استنتجه فهو ما يقدرش انه يرجع للماضي غير 12 سنه بس، يعني تيكيميتشي ما بيقدرش انه يرجع 5 او 7 سنين او للتاريخ اللي هو عايزه، انما بيرجع 12 سنه لورا وبس. وبيقول ناتو لتيكيميتشي بما ان هو ما بيقدرش يرجع غير 12 سنه بس لورا، فلازم انه يمنع قائد عصابه طوكيو مانجا في الماضي واللي هو سانو مانجرو بانه يلتقي بكيساكي تينتا، لان تيكيميتشي لو قدروا انه يمنع سانو مانجرو وكيساكي تينتا من انهم يتقابلوا كده عصابه طوكيو مانجا في المستقبل مش هتبقى عصابه كبيره، وكده هيناتا مش هتموت. وبيوافق تيكيميتشي على خطه ناتو، ولكن بيكون مش عارف هو ازاي يرجع للماضي عشان يقدر انه ينفذ الخطه ديت. ولكن ناتو بيقول لتيكيميتشي بما انه هو سلم عليه في الماضي وقدر انه يرجع للمستقبل، فلو سلم عليه في المستقبل فهيقدر انه يرجع للماضي، وفعلا بيسلم تيكيميتشي على ناتو وبيقدر تيكيميتشي انه يرجع للماضي. واول ما بيرجع تيكيميتشي للماضي بيلاقي نفسه في قتال مع احد الاشخاص وبيضرب وبيغموا عليه، وبيتضح بعد كده ان تيكيميتشي ما كانش في قتال مع حد، انما هو كان في نادي القتال اللي بيديره كيوما سا. وبيتضح كمان ان كيوما سا بعد ما خلى تيكيميتشي واصدقائه كلهم عبيد عنده بيدخلهم نادي القتال اللي هو عامله عشان يضربهم مقابل ان هو ياخد فلوس، وبيفوق بعد كده تيكيميتشي من الاغماء اللي هو فيه، وبيلاقي ان كيوما سا والعصابه بتاعته واقفين قدامه، ولان كيوما سا والعصابه بتاعته هم اصلا اعضاء من عصابه طوكيو مانجا، فبيسال تيكيميتشي كيوما سا عن سانو مانجرو قائد عصابه طوكيو مانجا. وبيتعصب كيوما سا جدا اول ما بيسمع تيكيميتشي بيقول اسم سانو مانجرو، وبيجيب المضرب وبيفضل يضرب في تيكيميتشي ضربه قوي جدا لحد ما كان على وشك ان هو يقتله. وبيقول كيوما سا لتيكيميتشي ان هو مجرد عبد حقير عنده، وان هو مستحيل ان يقابل القائد سانو مانجرو، وان هو لو سمعه بيقول اسم سانو مانجرو مره ثانيه هيقتله. وبيمشي بعد كده كيوما سا والعصابه بتاعته، وبيفضل تيكيميتشي قاعد عمال يعيط وهو عمال يقول ان حتى لو هو قدر انه يرجع للماضي فمستحيل انه يغير حاجه طالما هو انسان ضعيف. وبيقوم تيكيميتشي وهو متصاب باصابات خطيره وبيتوجه لبيت هيناتا عشان يسلم على ناتو ويرجع للمستقبل وما يكملش في المهمه ديت وما يكملش في مهمه انقاذ هيناتا. واول ما بيوصل تيكيميتشي لبيت هيناتا بيقابل هيناتا اللي اول ما بتشوفه بتجري عليه وبتكون خايفه جدا لان هو متصاب باصابات خطيره، ولكن تيكيميتشي بيطمنها فبترتاح هيناتا جدا وبتقول لتيكيميتشي انها لو كانت ولد كانت هتدافع عنه دايما ومش هتخلي اي حاجه تاذيه. وبيتاثر تيكيميتشي جدا من كلام هيناتا وبتتجدد عنده روح العزيمه، وبيقرر ان هو ينقذ هيناتا مهما حصل لان هيناتا شخص مهم في حياته. وتاني يوم بيكون تيكيميتشي واقف مع اصدقائه الاربعه، وبيعرف تيكيميتشي واصدقائه ان صديقهم تاكويا هو اللي عليه القتال في نادي القتال النهارده، وبيروح بعد كده تيكيميتشي واصدقائه نادي القتال، وبيكون خلاص القتال هيبدا وتاكويا هيبدا في ان هو يتضرب، ولكن بيزعق تيكيميتشي باعلى صوته في كل الموجودين قبل ما القتال يبدا، وبيقول تيكيميتشي لكل الموجودين ان هم اكيد زهقوا من القتالات العاديه وعايزين قتال مختلف، فعشان كده ايه رايكم ان احنا نبدا قتال مختلف؟ وبيبص تيكيميتشي لكيوما سا وبيقول تيكيميتشي لكيوما سا ان هو ينزله في ساحه القتالات واحد ضد واحد، وبيتحمس كل الاشخاص اللي موجودين وبيتفرجوا على القتال من فكره تيكيميتشي، وبينزل فعلا كيوما سا قدام تيكيميتشي في ساحه القتالات، وبيبدا القتال وبيضرب كيوما سا تيكيميتشي، وبيعرف تيكيميتشي من اول ضربه ان هو مستحيل انه يفوز في القتال دوت، وبيفضل كيوما سا يضرب تيكيميتشي ضربات قويه جدا، ولكن
رغم كل الضرب اللي بياخده تيكيميتشي الا ان هو رفض ان هو يستسلم، وبينزهر كل الموجودين من تيكيميتشي مش راضي يستسلم، وبيفضل تيكيميتشي يضرب، وبيقول تيكيميتشي لكيوماسا ان هو لو عايز يهزمه فيقتله لان هو عمره ما هيستسلم ابدا. وبيفضل كيوماسا يضرب في تيكيميتشي ضربات قويه جدا، وبيكون تيكيميتشي بيستحمل كل الضرب لحد ما فجاه بيظهر شخص غريب راسم وشم تنين على راسه وبيقول لكيوماسا ان هو يوقف المسخره اللي بيعملها. وبيتصدم كيوماسا اول ما بيشوف الشخص دوت، وبيتضح ان الشخص دوت هو دراكون نائب قائد عصابه طوكيو مانجا. وبيكون دراكون مش جاي هنا لوحده، انما كمان معاه شخص تاني غريب. واول ما بيشوف كل الموجودين الشخص الغريب التاني اللي جاي مع دراكون بينحنوا له كلهم وبيقولوا له اهلا بك ايها القائد. وبيتضح ان الشخص التاني دوت هو سانو مانجرو قائد عصابه طوكيو مانجا واللي معروف باسم مايكي. وبيقرب دراكن من كيوماسا وبيضربه وبيقوله ان هو ما يشوف القائد لازم ينحني ليه. وبيقرب مايكي قائد عصابة طوكيو مانجا من تيكيميتشي وبيقوله ان هو شخص شجاع جدا وان من النهاردة بقوا هما الاتنين اصدقاء. وبيستغرب تيكيميتشي وبيكون مش فاهم اي حاجة، وبيضرب بعد كده مايكي كيوماسا ضرب قوي جدا لحد ما بيخلي كيوماسا يغمى عليه. وبيقول مايكي ان كيوماسا بيهين العصابة بتاعتهم عصابة تومان، واسم تومان دوت هو الاسم الملقبة بيه عصابة طوكيو مانجا. بعد كده مايكي ومعاه النائب بتاعه دراكون وبيسيبوا المكان. وبيقعد بعد كده تيكيميتشي مع اصدقائه، وبيكون اصدقاء تيكيميتشي فرحانين جدا منه لان هو فضل واقف قدام كيوماسا ومرضاش ان هو يستسلم. وبيتكلم بعد كده واحد من اصدقاء تيكيميتشي اسمه اكون، وبيشكر تيكيميتشي بسبب اللي عمله لانه بسبب ان هو فضل واقف قدام كيوماسا اتدخل مايكي وضرب كيوماسا، ودوت اللي خلى تيكيميتشي واصدقائه ما يبقوش عبيد عند كيوماسا. وبيفرح تيكيميتشي جدا لان هو قدر انه يحرر نفسه ويحرر اصدقائه من العبوديه، وكمان لان هو قدر انه يحقق اول خطوه في المهمه بتاعته وانه يلتقي بقائد عصابه طوكيو مانجا. وتاني يوم بيكون تيكيميتشي قاعد في الفصل بتاعه في المدرسه، وفجاه بيدخل عليه مايكي ومعاه دراكون، وبيقول مايكل تيكيميتشي ان هو يجي دلوقتي معاه عشان يتمشوا كلهم مع بعضيهم. وبيطلع تيكيميتشي مع مايكي ودراكون، وقبل ما بيمشي كلهم من المدرسه بتيجي فجاه هيناتا اللي بتضرب مايكي بالقلم، وبتمسك هيناتا تيكيميتشي من ايديه وبتاخده وبتقول انها مش تسمح لاي حد انه يتنمر عليه وانها هتحميه. وبيمسك دراكون ايد هيناتا وبيوقف، وبيقول لها هي بتعمل ايه، هي ازاي تيجي تضرب الاشخاص كده وتمشي من غير اي سبب. وبيفهم في الوقت دوت تيكيميتشي ان هيناتا بتحاول انها تدافع عنه، فبيحط تيكيميتشي ايديه على كتف دراجون وبيقول له ان هو يبعد ايديه بعيد هيناتا. فبيستغرب دراجون من اللي بيعمله تيكيميتشي، فبيزعق تيكيميتشي باعلى صوته وبيقول ان في اشخاص استغنى عنهم قبل كده وانه مش هيستغنى عنهم تاني، وانه يبعد ايديه فورا بعيد هيناتا. واول ما بيشوف مايكي تيكيميتشي وهو بيهدد دراجون بيبص مايكل تيكيميتشي وبيقول له ان هو كان مفكر ان هما الاثنين هيبقوا اصدقاء، ولكن دلوقتي يقول له عايز يموت ازاي. وبيقرب مايكي من تيكيميتشي عشان يضربه، وبيكون تيكيميتشي خايف جدا، ولكن مايكي ما بيرضاش يضرب تيكيميتشي وبيقول له ان هو بيهزر معاه. وبيقول مايكي لتيكيميتشي ان حتى لو هيناتا ضربته فهو من سبع المستحيلات ان يمد ايديه على بنت او يحاول ان هو يضربها. وبيقول دراجون لتيكيميتشي ان هو شخص شجاع جدا لان هو حاول انه يهدده وكمان دافع عن البنت ديت رغم ان هو كان ممكن يقتله. وبيخرج بعد كده مايكي ودراجون، وبيخرج ورا تيكيميتشي وهيناتا، وبتعتذر هيناتا من مايكي بسبب انها ضربته بعد ما عرفت ان هما الاثنين اصدقاء. وبتمشي هيناتا وبيقول مايكل تيكيميتشي ان هيناتا شخصيه طيبه جدا وانه لازم يعتني بيها وما يخليش اي حد يصيبها باذى. وبيستغرب تيكيميتشي جدا من الكلام اللي بيقوله مايكي، وبيفضل تيكيميتشي قاعد طول اليوم يفكر في كل الكلام اللي قاله مايكي وان مايكي ازاي ما رضاش انه يضرب هيناتا. وبيقول تيكيميتشي ان عصابه طوكيو مانجا في المستقبل هي عصابه متخصصه في القتل وفي السرقه وفي اوسخ انواع الجرائم، ولكن رغم كل دوت الا ان مايكي قائد عصابه طوكيو مانجا باين عليه انه شخص طيب ومرضاش ان هو يضرب هيناتا ومرضاش ان هو يتعدى عليها. وبيفضل تيكيميتشي مستغرب ومش عارف هو ايه اللي بيحصل بالظبط، وهل فعلا مايكي دوت هو قائد عصابه طوكيو مانجا في المستقبل ولا في حاجه غيرته ولا ايه اللي بيحصل بالظبط. وبعد تفكير طويل بيقرر تيكيميتشي ان هو يرجع للمستقبل ويبحث في امر مايكي ويبحث في امر عصابه طوكيو مانجا علشان يعرف السبب اللي حول مايكي قائد عصابه طوكيو مانجا وعصابه طوكيو مانجا من عصابه مسالمه الى عصابه عدوانيه. وتاني يوم بيروح تيكيميتشي لهيناتا وبيقضي اليوم كله معاها، وفي نهاية اليوم بيكون في جو رومانسي من بتاع الافلام الهندية. فبيحاول تيكيميتشي انه يمسك ايد هيناتا عشان يحسسها بالامان، ولكن بيمسك ايد ناتو بدل ما يمسك ايد هيناتا، ولان المصافحة بين تيكيميتشي وناتو هي المحفز اللي بيرجع تيكيميتشي للماضي او يرجعه للمستقبل، بيرجع تيكيميتشي للمستقبل قبل ما يعمل فيها روميو. لا!
واول ما بيرجع تاكيميتشي للمستقبل بيقابل ناتو وبيسال ناتو تاكيميتشي هو ايه اللي حصل وخليه يرجع في الوقت دوت وان اكيد معاه معلومات مهمه، ولكن تاكيميتشي بيقول له على اللي حصل معاه وان هو مسك ايديه بالغلط فعشان كده رجع. فبيضايق ناتو جدا وبيقول لتاكيميتشي ان هو لازم يتملك اعصابه عشان ما يبوظش المهمه بتاعتهم. وبيقول بعد كده ناتو لتاكيميتشي رغم ان هو رجع صدفه الا ان في حاجات قدر هو انه يستنتجها في القدره بتاعته في الرجوع للماضي. واول الحاجات اللي اكتشفها ناتو ان تاكيميتشي ما بيقدرش انه يرجع غير 12 سنه بس لورا، وما بيقدرش انه يرجع 5 او 7 سنين زي ما قلنا في الاول. وكمان تاكيميتشي لو كان في المستقبل ورجع للماضي في يوم 5/8/2017 فاليوم اللي هيرجع فيه للماضي هو يوم 5/8/2005، يعني باختصار بيقدر انه يرجع لنفس اليوم ولكن من 12 سنه. وغير كل دوت تاكيميتشي اول ما بيجي يرجع للماضي جسمه بيدخل في غيبوبه وما بيتحركش نهائيا لحد ما تاكيميتشي يرجع للمستقبل مره ثانيه. وكمان اليوم اللي بيعدي في المستقبل بيعدي كمان في الماضي، يعني تاكيميتشي لو قعد اسبوع في الماضي الاسبوع دوت بيعدي بردك في المستقبل. وبعد ما بيسمع تاكيميتشي كل الكلام اللي قاله ناتو بيقول تاكيميتشي ناتو على كل اللي حصل معاه في الماضي، وبيقول له كمان ان هو عايز يقابل مايكي في المستقبل عشان يعرف هو ايه اللي غيره. فبيقول ناتو لتاكيميتشي ان حاجه صعبه جدا ان هو يقابل مايكي دلوقتي لان مايكي دلوقتي رئيس عصابه ومش شخص عادي عشان يقدر ان هو يقابله. ولكن تاكيميتشي بيقول لناتو ان هو دوت الحل الوحيد عشان يقدروا ان هم يعرفوا عصابه طوكيو مانجا اتغيرت ازاي. فبيوافق ناتو على اقتراح تاكيميتشي وبيبدا انه يدور على اي اشخاص من عصابه طوكيو مانجا عشان يقدر انه يوصل لمايكي. وبعد تدوير طويل بيقدر ناتو انه يوصل لواحد من عصابه طوكيو مانجا بيكون اسمه اكون. واول ما بيسمع تاكيميتشي اسم اكون بيعرف ان هو ذات نفسه اكون صديقه اللي معاه في الاعداديه. وبيقرر تاكيميتشي ان هو يروح لصديقه اكون في المستقبل بما انه هو بقى واحد من اعضاء العصابه عشان يقدر انه يعرف منه مكان مايكي. وبيتصل تاكيميتشي بصديقه اكون وبياخد منه ميعاد وبيروح للميعاد دوت هو وناتو. وهناك بيقابل تاكيميتشي صديقه اكون في المستقبل بعد ما بقى اكون واحد من افراد عصابه طوكيو مانجا الكبار. واول ما بيشوف اكون ناتو بيطلب اكون من تاكيميتشي ان هم يخرجوا هما الاثنين على السطح عشان يعرفوا يتكلموا براحتهم. وبيخرج فعلا تاكيميتشي مع اكون وبيفضلوا يتكلموا هما الاثنين عن ذكرياتهم. واثناء ما هما بيتكلموا بيقول اكون لتاكيميتشي ان هو هيقوله على سر خطير جدا. وبيقول اكون لتاكيميتشي ان الشخص اللي زقه في محطه القطر وخلاه يقع على السكه الحديد بتاعه القطر كان هو انا. وبتصدم تاكيميتشي اول ما بيعرف ان صديقه اكون هو اللي زقه على السكه الحديد بتاعه القطر عشان يخلي القطر يدوسه ويموت. وبيكمل اكون كلامه وبيقول لتاكيميتشي ان هو مفروض ان هو يموت وان مفروض ان هو ما يكونش عايش دلوقتي، ولكن هو ما يعرفش هو ازاي ناتو انقذه على اخر لحظه رغم ان القطر خلاص كان على وشك ان هو يدوسه. وبيفضل ناتو يقول لتاكيميتشي ان هو عارف ان هو بيقدر انه يرجع للماضي لان هو دوت السبب الوحيد اللي يفسر هو ازاي ناتو قدر انه ينقذه وهو ما يعرفش ان هو هيموت. وبيصرخ تاكيميتشي في صديقه اكون وبيقول له ان هو يوقف الكلام الهبل دوت لان هو مش مصدق هو ازاي واحد زيه يزقه على السكه الحديد بتاعه القطر رغم ان هما الاثنين اصدقاء. فبيسكت اكون شويه وبعدها بيقول لتاكيميتشي ان هو اسف جدا لان هو حاول ان يقتله ولكن هو خايف جدا من كيساكي تنتا. وبيقول اكون لتاكيميتشي ان كل عصابه طوكيو مانجا وكل الاشخاص الموجودين في طوكيو مانجا ما بيتجرؤوش انهم يخلفوا اوامر كيساكي تنتا لان كيساكي تنتا هو دلوقتي قائد عصابه طوكيو مانجا. فبيستغرب تاكيميتشي جدا وبيسال اكون عن مايكي. فبيقول اكون ان مايكي اختفى ومحدش يعرف عنه اي حاجه. وبيقول اكون ان عصابه طوكيو مانجا اتغيرت وكل حاجه في العصابه اتغيرت وكمان مايكي اتغير وكل دوت بس بسبب ان دراجون مات. وبيطلع بعد كده اكون على السور بتاع المبنى وبيبص لتاكيميتشي وبيقول له ان مهما حصل لازم ينقذ الجميع من المأساة ديت. وبينط اكون من فوق المبنى وبينتحر وبيموت. واول ما بيشوف تاكيميتشي صديقه اكون بينتحر قدامه بيدخل في حاله صدمه وبيبدا ان هو يعيط. وبيقول تاكيميتشي لناتو وهو عمال يعيط ان هو لازم يعرفه اليوم اللي مات فيه دراجون عشان يقدر ان هو ينقذ دراجون وينقذ كمان هيناتا وينقذ كمان صديقه اكون. وفعلا بعد ما بيخلص تاكيميتشي عياط بيروح مع ناتو وبيبداوا هما الاثنين يبحثوا في امر دراجون عشان يعرفوا هو دراجون مات ازاي. وبيعرف ناتو تاكيميتشي ان يوم 3/8/2005 هيتم طعن دراجون في بطنه وهيموت، وان اللي هيخلي دراجون يموت هو خلاف داخلي بين افراد العصابه ودوت اللي هيخلي العصابه تتقسم لنصين، نص بيأيد مايكي ونص بيأيد دراجون. وان بسبب ان دراجون ومايكي مش هيكونوا متفاهمين في الوقت دوت فجماعه مايكي هتقتل دراجون عشان تخلي العصابه كلها تحت سيطره مايكي. وبيستغرب تاكيميتشي جدا اول ما بيعرف الطريقه اللي هيموت بيها دراجون وبيكون مش مصدق ان دراجون ومايكي هيتخانقوا هما الاثنين مع بعضيهم. وبيقول بعد كده ناتو لتاكيميتشي ان المهمه بتاعته دلوقتي ان هو يرجع للماضي ويحاول ان هو ينقذ دراجون من الموت وما يخليش دراجون يموت، لان
فعلا لو قدر تيكيميتشي انه ينقذ دراجون من الموت فكده مايكي مش هيتغير، وكمان عصابه توكيو مانجا مش هتتغير، وبكده كيساكي تنتا مش هيقدر انه يسيطر على العصابه، وان لو ما قدرش كيساكي تنتا انه يستولي على العصابه كده عصابه توكيو مانجا هتكون عصابه مسالمه ومش هيموت اكون، وكمان هيناتا مش هتموت. يعني باختصار لو قدر تيكيميتشي انه ينجح في المهمه ديت فهو كده هيقدر انه ينقذ كل اصدقائه وينقذ كل الاشخاص اللي بيحبهم وهيكونوا كلهم عايشين في المستقبل. وبيسلم بعد كده تيكيميتشي على ناتو، وبيرجع بعد كده تيكيميتشي للمستقبل عشان يبدا في تنفيذ المهمه بتاعته وان هو ينقذ دراجون. اول ما تيكيميتشي بيرجع للماضي بيلاقي نفسه قدام هيناتا في الشارع، وبيجي له اتصال من دراجون بيقول له فيه ان العصابه دلوقتي عامله اجتماع وعايزينه في الاجتماع فورا. وتيكيميتشي طبعا بياخد هيناتا وبيروح لمكان اجتماع العصابه. اول ما بيوصل لمكان الاجتماع بيلاقي ان في ناس كتير جدا موجوده في المكان واعضاء كتير جدا من عصابه توما، وبيستغرب تيكيميتشي جدا وبيكون مش فاهم هو ليه العصابه عامله اجتماع، وبيعرف ان في حاجه كبيره هتحصل. وبيوصل بعد كده مايك ودراكون لمكان الاجتماع، وبيكون الاجتماع خلاص على وشك ان هو يبدا، ولكن قبل ما يبدا الاجتماع لازم الاول نتعرف على الاشخاص المهمين اللي موجودين في عصابه تومان وازاي بيتم اداره عصابه تومان. باختصار كده ومن غير كلام كتير، عصابه تومان متكونه من 5 فرق، وكل فرقه من الفرق ديت ليها قائد وليها كمان نائب للقائد. يعني مثلا زي الفرقه الاولى اللي القائد بتاعها هو شخص اسمه باجي والنائب بتاعه هو شخص اسمه تشيفو، والفرقه الثانيه القائد بتاعها شخص اسمه متسويا والنائب بتاعه شخص اسمه هاكي، والفرقه الثالثه القائد بتاعها اسمه باتشان والنائب بتاعه اسمه با، والفرقه الرابعه القائد بتاعها سمايل والنائب بتاعه اخو التوام انجرا، والفرقه الخامسه والاخيره القائد بتاعها اسمه موتشو والنائب بتاعه اسمه سانزو. وطبعا الفرقه الخامسه اللي احنا قلنا عليهم كلهم دولت بيقودهم شخص واحد بس وهو مايكي والنائب بتاعه دراكون. وبنرجع تاني لاجتماع العصابه، وبيكون خلاص الاجتماع بدا، وبيقف مايكي قدام كل اعضاء العصابه وبيبدا يقول لهم هو ليه اجتمع بيهم في اليوم دوت، وبيقول مايكي لكل افراد العصابه ان هو اجتمع بيهم النهارده عشان يقول لهم ان هم خلاص على وشك انهم يدخلوا في قتال ضد عصابه ميبيوس. وبيتصدم تيكيميتشي اول ما بيعرف ان مايكي هيدخل في قتال ضد عصابه اسمها عصابه ميبيوس، وبيكون مش فاهم اي حاجه، ولكن متسويا قائد الفرقه الثانيه بيبدا انه يفهم تيكيميتشي كل حاجه وليه عصابه تومان هتدخل في مواجهه قدام عصابه ميبيوس. وبيقول متسويا لتيكيميتشي ان قبل 5 ايام من النهارده اتعرض باتشان قائد الفرقه الثالثه للضرب هو واحد اصدقائه من عصابه ميبيوس، وان عصابه ميبيوس ضربت صديق باتشان ضربه قوي جدا لدرجه انها اعتدت على حبيبه صديق باتشان بالضرب القوي جدا لدرجه انها اغمى عليها ولحد دلوقتي موجوده في المستشفى بقالها 5 ايام، وان من وقتها باتشان مش قادر ينسى اللي حصل ومش قادر ينسى ان عصابه ميبيوس ضربت صديقه قدام عينيه وما كانش قادر يعمل حاجه. وبسبب كل اللي حصل دوت مايك عمل الاجتماع دوت عشان يسال باتشان سؤال واحد بس، وسكان هيقاتل ميبيوس ولا لا. وفعلا بيجيب مايكي باتشان وبيوقفه قدامه وبيساله سؤال واحد بس، اسكان هيقاتل ميبيوس ولا لا. وبينفجر باتشان من الغضب وبيقول لمايكي ان هو عايز يقاتل ميبيوس بكل قوته وينتقم منهم بسبب اللي عملوه. وبيبتسم مايكي وبيقف قدام اعضاء العصابه وبيقول لهم مين فيكم خايف انه يقاتل عصابه ميبيوس؟ مين فيكم شايف ان عصابه ميبيوس ما تستحقش انها تتدمر على ايد عصابه تومان؟ مين فيكم شايف ان عصابه تومان مش هتقدر انها تقضي على ميبيوس وكمان تنتقم لباتشان؟ وبيتحمس كل افراد تومان بعد ما بيسمعوا كلام مايكي، وبيكمل مايكي كلامه وبيقول ان في يوم 3/8 في مهرجان ميسوشي هيتم صحك عصابه ميبيوس على ايد عصابه تومان. وبيبدا كل افراد تومان انهم يهتفوا باسم مايكي، وبينتهي بعد كده الاجتماع وبيمشي مايكي وكل افراد العصابه. وطبعا تيكيميتشي بعد ما بيسمع كل الكلام دوت بيكون واقف مصدوم، لان يوم 3/8 اللي هتتقاتل فيه عصابه تومان ضد عصابه ميبيوس هو اليوم اللي هيموت فيه دراكون. وبيرجع بعد كده تيكيميتشي البيت وبيبدا يفكر في كل اللي حصل، وبيقول تيكيميتشي ان هو شاف في المستقبل ان دراكون هيموت يوم 3/8 بسبب خلاف داخلي في العصابه واللي هيخلي جماعه مايكي تقتل دراجون. لكن رغم ان تيكيميتشي عارف ان دراجون هيموت يوم 3/8 بسبب خلاف داخلي، الا ان تيكيميتشي ما يعرفش هو ايه سبب الخلاف الداخلي دوت واللي هيخلي دراجون ومايكي يتخانقوا من الاساس. وبيفضل تيكيميتشي يفكر هو هيعمل ايه لحد ما بيقرر ان هو يراقب دراجون من بعيد عشان يعرف هو امتى الخلاف الداخلي اللي في العصابه هيحصل. وفعلا تاني يوم بيبدا تيكيميتشي انه يراقب دراجون ومايكي من بعيد عشان يعرف هو امتى يحصل الخلاف الداخلي. وبيفضل تيكيميتشي يراقب دراجون ومايكي لحد ما دراجون ومايكي بيدخلوا لاحد المستشفيات وبيدخل تيكيميتشي وراهم، وبيكون دراجون ومايكي جايين للمستشفى عشان يطمنوا على حبيبه صديق باتشان واللي مغمى عليها بقالها 5 ايام بسبب الضرب اللي اتعرضت له من عصابه ميبيوس. واثناء ما دراجون ومايكي واقفين بيجي اب وام البنت ديت وبيبداوا ان هم يتخانقوا ويشتموا في مايكي ويشتموا في دراجون بسبب ان هم رجال عصابات وان بسبب كده بنتهم اتضربت ودلوقتي مغمى عليها بقالها 5 ايام. واول ما بيشوف دراجون ام واب البنت ديت بينحني لهم احترام وبيقول لهم ان هو اسف، ولكن مايكي ما
بيرضاش ان هو ينحني ليهم، وبيقول مايكل لدراجون ان هما ملهمش دعوه بالكلام دوت، وان عصابه ميبيوس هي اللي اعتدت عليها وان هما ملهمش دعوه. ولكن دراجون بيجبر مايكل ان هو ينحني للابوين، وبيعتذر دراجون من ام واب البنت ديت، وبيقول لهم ان هو اسف على كل حاجه. وبيمشي اب وام البنت ديت وهم عمالين يعيطوا بسبب اللي حصل لبنتهم، وبيكونوا مش عارفين يعملوا ايه. وبيتكلم دراجون مع مايكل وبيقول له ان كل فرد في العصابه بتاعتنا ليه حياته الخاصه بره العصابه، وعنده عيله وعنده اشخاص بيحبهم وبيهتم ليهم، وان كل شخص من الاشخاص دول بيتعامل مع المشاكل بتاعته في العالم بتاعه الخاص زي ما احنا كمان بنتعامل مع المشاكل بتاعتنا في العالم بتاعنا الخاص. وبيقول دراجون لمايكل ان هو مش بيطلب منه ان هو ينحني لاي شخص، ولكن بس يكون عنده قلب يحس بيه بالاشخاص التانيين. وبيكون تيكيميتشي شايف كل اللي بيحصل وبيفهم حاجه واحده بس، وبيفهم ان دراجون هو قلب مايكي، وان لو دراجون مات مايكي هيتغير زي ما حصل في المستقبل. وبيقول تيكيميتشي في باله ان مهما حصل لازم يعرف السبب اللي هيخلي دراجون يموت ويمنع دراجون من الموت. وبيرجع بعد كده تيكيميتشي للمستقبل وبيلتقي بناته، وبيقول له على كل اللي حصل معاه، وبيقول تيكيميتشي لناته ان هو عايز يلتقي باوساناي، واوساناي دوت هو قائد عصابه بيبيس في الماضي، وتيكيميتشي عايز يلتقي بيه في المستقبل عشان يعرف منه هو ايه اللي حصل في القتال اللي حصل بين عصابه ميبيوس وعصابه تومان، ويعرف منه هو دراجون مات ازاي. وفعلا بيقدر ناتو انه يعرف مكان اوساناي، وبيروح ناتو تيكيميتشي وبيلتقوا باوساناي. ولكن بيكون باين على اوساناي اللي موجود في المستقبل ان هو شخص غلبان وملوش اي دعوه بالعصابات وما يعرفش اي حاجه عن العصابات اصلا. وبيسال ناتو اوساناي على اللي حصل في يوم 3/8/2005، وكمان على القتال اللي حصل بين عصابه ميبيوس وعصابه تومان. وبتصدم اوساناي وبينفزع اول ما بيسمع اسم تومان، وبيقول اوساناي لتيكيميتشي وناتو ان هو ملوش اي علاقه بعصابه تومان وما يعرفش عنهم اي حاجه. فبيقول ناتو لاوساناي ان هم مش بيتهموه باي حاجه، وان هم بس عايزين يعرفوا منه هو ايه اللي حصل في اليوم دوت. وبيتكلم اوساناي وبيقول ان بسبب المعركه اللي هتحصل بين عصابه ميبيوس وعصابه تومان هتبدا الخلافات الداخليه جوه عصابه تومان، وبكده دراجون هيموت. وبيقول اوساناي ان كل اللي هيحصل في المعركه بتاعت ميبيوس وتومان وكمان الخلافات الداخليه اللي هتؤدي الى موت دراجون سببها شخص واحد بس، والشخص دوت هو كيساكي تينتا. وبيتصدم تيكيميتشي وناتو اول ما بيسمعوا اسم كيساكي، وبيقول بعد كده اوساناي لتيكيميتشي وناتو ان هو مش هيقدر يقول لهم معلومات اكتر من كده لان حياته كده هتبقى في خطر. وبيمشي اوساناي من المكان، وبيرجع بعد كده تيكيميتشي وناتو للبيت، وبيبداوا ان هم يفكروا في الخطوه الجايه اللي هيعملوها. وبيقول تيكيميتشي لناتو بما ان دراجون هيموت بسبب الخلاف الداخلي، والخلاف الداخلي دوت هيحصل بسبب القتال اللي هيحصل بين عصابه ميبيوس وعصابه تومان، فلازم انهم يوقفوا القتال اللي هيحصل بين عصابه ميبيوس وعصابه تومان. وبيوافق ناتو على كلام تيكيميتشي، وبيسلم بعد كده تيكيميتشي على ناتو، وبيرجع للماضي عشان يحاول انه يوقف القتال اللي هيحصل بين ميبيوس وتومان. وفعلا اول ما بيرجع تيكيميتشي للماضي بيروح وبيقابل مايكي اللي بيكون مجتمع بباتشينو والنائب بتاعه با ومعاه دراجون عشان يحط خطه يهجموا بيها على ميبيوس. وبيتكلم تيكيميتشي مع مايكي وبيقول له هو ايه رايك ان احنا نوقف القتال دوت ونوقف المعركه اللي هتحصل بين ميبيوس وتومان. وبيستغرب مايكي من الكلام اللي بيقوله تيكيميتشي، ولكن باتشان بيتعصب جدا وبيضرب تيكيميتشي ضربه قويه جدا، وبيقول له ان هو لو سمعه بيقول حاجه زي كده تاني هيقتله. ولكن تيكيميتشي ما بيهتمش لكلام باتشان، وبيبدا تيكيميتشي انه يترجى مايكي وبيقول له ان هما لازم يوقفوا القتال دوت لان القتال دوت هيؤدي الى كارثه كبيره جدا وهيخلي عصابه تومان تنهار. ولكن مايكي ما بيهتمش لكلام تيكيميتشي وبيقول له ان هو هيقاتل ميبيوس مهما حصل، حتى لو هو فضل يترجاه وقال له ان هو يوقف القتال دوت. وبيزعل تيكيميتشي جدا وبيفضل يحاول ان هو يقنع مايكي عشان يترجع عن القتال دوت، لحد ما فجاه بيظهر شخص غريب بيقول لمايكي ان هو سمع ان هو عايز يتقاتل معاه. وبيتضح ان الشخص دوت هو اوساناي قائد عصابه ميبيوس واللي جاي للمكان عشان يتقاتل مع مايكي. وبيقول اوساناي لمايكي ان هو سمع ان هو هيتقاتل معاه يوم المهرجان، فعشان كده قرر ان هو يجيله برجله بدل ما هو يجيله يوم المهرجان. وبيكون اوساناي مش جاي لوحده، انما جاي ومعاه 100 راجل من عصابه ميبيوس. وبيقول اوساناي لمايكي ان هو يستسلم لان هو معاه 100 راجل من عصابه ميبيوس، انما هو معاه 5 من عصابه تومان. ولكن مايكي بيرفض ان هو يستسلم، وبيتحرك باتشين ناحيه اوساناي وبيحاول ان هو يهاجمه وينتقم منه بسبب اللي عمله. ولكن اوساناي بيبدا انه يضرب باتشين ضربه قوي جدا، وبيقدر اوساناي انه يهزم باتشين ويضربه ضربه قوي جدا لحد ما باتشين بيغمى عليه. وبيقع باتشين على كتف مايكي، وبيقول باتشين لمايكي ان هو اسف لان هو اتهزم بسهوله. ولكن مايكي بيقول لباتشين ان هم لسه ما اتهزموش، وبيحط مايكي باتشين على جنب، وبيقرب مايكي من اوساناي وبيقف قدامه عشان يقاتله. وبيضحك اوساناي على مايكي وبيقول ان هو يهزمه بكل سهوله، ولكن مايكي بضربه واحده بس بيقدر انه يهزم اوساناي ويخلص عليه. وبيتصدم كل رجاله ميبيوس اللي موجودين في المكان لان القائد بتاعهم وقع بضربه واحده بس على الارض. وبيتكلم مايكي وبيقول لكل رجاله ميبيوس ان مهما حصل محدش هيقدر انه يهزم عصابه تومان طالما هو لسه موجود في عصابه
عصابة تومان، وبيتعصب أوساناي جدا بسبب انه مايكو وقعه على الارض بضربة واحدة، وبيحاولوا انه يطعن مايكي بأحد الزجاجات، ولكن دراجون بيحمي مايكو وبيضرب أوساناي وبيمنعه انه هو يطعن مايكي. وبتخاف كل رجالة ميبيوس بسبب اللي حصل، وبيعرفوا ان عصابة تومان انتصرت في القتال. وبيسمع بعد كده كل الموجودين صوت صفارات الشرطة، وبيعرفوا ان الشرطة جاية للمكان، وبيحاول كل الموجودين من رجالة ميبيوس انهم يهربوا، وبيحاول تيكيميتشي ومايكو والباقيين هم كمان انهم يهربوا، ولكن باتشان هو الوحيد اللي ما بيهربش، وبيطلع احد السكاكين اللي كانت معاه وبيطعن بيها أوساناي. وبيتصدم دراجون اول ما بيشوف باتشان بيعمل حاجه زي كده، وبيزق باتشان بعيد، وبيتصدم مايكي هو كمان، وبيتصدم با، وبيتصدم تيكيميتشي هو كمان. وبيقول مايكي لباتشان هو ايه اللي عمله دوت، فبيقول باتشان لمايكي ان هو اسف لان هو خلف القوانين وان هو كده بقى قاتل. وبيقول باتشان لمايكي ان هو يهتم بالفرقه الثالثه وان هو يسلم نفسه للشرطه لان هو حاسس بالذنب بسبب اللي عمله. ولكن مايكي بيصرخ في باتشان وبيقول ان هو يبطل غباء وان هو يجي دلوقتي عشان يهربوا كلهم مع بعضيهم، ولكن باتشان بيرفض ان هو يتحرك من مكانه، فبيحاول مايكو وبا ان هم يساعدوا باتشان وياخدوه معاهم بالغصب، ولكن دراجون بيشيل مايكو وبيشيل با وبيقول لهم ان هم لازم يهربوا من المكان عشان الشرطه كده هتقبض عليهم كلهم. وبيهرب تيكيميتشي هو كمان مع دراجون، وبتوصل الشرطه للمكان وبتقبض على باتشان وبتقبض على بعض الاعضاء من عصابه ميبيوس. وبيكون تيكيميتشي عمال يجري مع مايكو ودراجون وبا عشان يبعدوا بعد المكان نهائيا والشرطه ما تقبضش عليهم، ولكن تيكيميتشي بيبدا ان هو يفقد الوعي وبيغمى عليه. وبعد ما بيفوق تيكيميتشي بيلاقي نفسه في المستشفى، وبيلاقي جنبه بنت اسمها ايما، وايما ديت هي حبيبه دراجون واخت مايكي ولكن من اب وام مختلفين. وبيسال تيكيميتشي ايما عن دراجون ومايكي وهما فين، فبتعيط ايما وبتقول لتيكيميتشي ان دراجون ومايكي اتخانقوا بسبب باتشان اللي تم القبض عليه، وان العصابه هتتقسم لنصين وان تومان هتنتهي. وبيتصدم تيكيميتشي لان مايكي ودراجون خلاص اتخانقوا وان كده بدا الخلاف الداخلي في العصابه. وبيرجع تيكيميتشي للبيت وبيفضل يفكر هو هيعمل ايه، وبيجي اصدقاء تيكيميتشي عشان يطمنوا عليه بعد ما خرج من المستشفى، وبيبداوا ان هم يقولوا له على كل حاجه. وبيقول اصدقاء تيكيميتشي لتيكيميتشي ان عصابه تومان خلاص هتتفرق بسبب ان دراجون ومايكي اتخانقوا، وان مايكي ودراجون اتخانقوا بسبب ان مايكي كان عايز يدفع كفاله لباتشان بعد ما اتحبس، ولكن دراجون رفض لان دراجون عايز يحترم اراده باتشان. ولكن مايكي طبعا ما اهتمش ان هي ديت اراده باتشان، وافتكر ان دراجون بيستغنى عن باتشان واتخانق هو ودراجون، وبسبب كده حصل الخلاف الداخلي. وبيتضايق تيكيميتشي جدا بسبب اللي حصل، وبيقول ان هو لازم يخلي مايكي ودراجون يتصالحوا. وبيجي بعد كده دراجون عشان يطمن على تيكيميتشي بعد ما خرج من المستشفى، وبيحاول تيكيميتشي انه يتكلم مع دراجون ويقول له ان هو لازم يتصالح مع مايكي، ولكن دراجون بيقول لتيكيميتشي ان خلاص كل حاجه انتهت وان هو ومايكي حسموا الموضوع وان تومان خلاص هتتفرق. وبيخرج دراجون من بيت تيكيميتشي بعد ما خلص زيارته، وبيلاقي ان مايكي واقف قدامه، وبيتصدم تيكيميتشي اول ما بيشوف مايكي ودراجون، وبيقول ان خلاص الامر انتهى وان مايكي ودراجون هيقتلوا بعضهم هنا. وبيتكلم مايكي وبيقول لدراجون هو ايه اللي جابه هنا، وان دوت بيت صديقه تيكيميتشي. فبيقول دراجون لمايكي ان دوت برضك بيت صديقه وان تيكيميتشي صديقه هو كمان. فبيتضايق مايكي وبيمسك العجله بتاعه تيكيميتشي اللي موجوده في المكان وبيحدفها على دراجون. وبيتضايق دراجون هو كمان، وبيبدا انه يحدف كل الحاجات بتاعه تيكيميتشي على مايكي، وبيبدا مايكي انه يحدف كل الحاجات بتاعه تيكيميتشي على دراجون. وبيتضايق تيكيميتشي جدا بسبب ان كل حاجاته اتكسرت، وبيحاول ان هو يهاجم مايكي ولكن طبعا ما بيعرفش وبيقع في الزباله. وبيقوم تيكيميتشي من الزباله وبيكون شكله وحش وريحته وحشه، فبيبدا دراجون ومايكي انهم يضحكوا على تيكيميتشي وبيهربوا هما الاثنين من المكان. وبيهرب كمان اصدقاء تيكيميتشي من ريحه تيكيميتشي، وبيكون باين على دراجون ومايكي ان هما اتصالحوا. وفعلا بيقعد بعد كده تيكيميتشي مع مايكي ودراجون وبيلاقيهم ان هما اتصالحوا، وبيعتذر مايكي من دراجون وبيقول له ان هو عنده حق وان هما لازم كلهم يحترموا اراده باتشان، وان باتشان هو اللي سلم نفسه للشرطه بارادته وان هما لازم يحترموا الاراده ديت. وبيعتذر دراجون من مايكي وبيقول له ان هما ما كانوش لازم يتخانقوا على حاجه زي كده. وبيبدا بعد كده مايكي ودراجون ان هما يستمتعوا بوقتهم بعد ما اخيرا هما الاثنين يتصالحوا على بعضيهم. وبيفرح تيكيميتشي جدا وبيقول ان كده كل حاجه اتحلت وان دراجون ومايكي خلاص اتصالحوا وان كده الخلاف الداخلي اللي جوه العصابه خلاص اتحل. وبما ان الخلاف الداخلي اللي جوه العصابه اتحل خلاص، فكده عصابه تومان مش هتبقى عصابه شريره في المستقبل لان دراجون هيفضل عايش. وبيقرر تيكيميتشي ان هو يرجع للمستقبل، ولكن بعد ما يعدي يوم 3/8 اليوم اللي المفروض دراجون يموت فيه عشان يتاكد فعلا ان دراجون مش هيموت. وبتمر الايام بسرعه لحد ما فعلا بيجي يوم 3/8 يوم مهرجان بسوشي. وبيخرج تيكيميتشي مع هينات عشان يتمشوا شويه في المهرجان، وبيخرج كمان دراجون مع ايما. وبيفضل تيكيميتشي يستمتع بوقته مع هيناتا ويستمتع بالمهرجان لحد ما بيجي له اتصال من صديقه ياماجاشي، وبيقول ياماجاشي لتيكيميتشي ان الخلاف الداخلي اللي في عصابه تومان لسه ما اتحلش، وان با النائب بتاع باتشان عايز ينتقم من دراجون لان دراجون اقنع مايكي ان هو ما يدفعش كفاله لباتشان ويطلعه من السجن، وان با دلوقتي اتعاون مع افراد من عصابه
عصابة ميبيوس وكمان مع افراد من عصابة تومان اللي بيكرهوا دراجون عشان يقتلوا كلهم دراجون في اليوم دوت. وبيتصدم تيكيميتشي بعد ما بيسمع كلام ياماجاشي وبيعرف ان كل حاجة ما انتهتش وان لسه دراجون مهدد ان هو يتقتل. وبيسيب تيكيميتشي هناتا وبيتحرك بسرعة عشان يدور على دراجون وينقذه. ولكن هو بيدور على دراجون في كل مكان بيشوف ان في اشخاص من ميبيوس بيدوا سكينة لشخص معين عشان يقتل دراجون. والشخص اللي اخذ السكينة دوت وعايز يقتل دراجون هو كيوماسا والعصابة بتاعته. وبيقول كيوماسا ان هو ينتقم من دراجون ويقتله لان دراجون ضربه وهانه قدام كل الاشخاص اللي كانوا بيأيدوه. وبيكون تيكيميتشي شايف كل اللي بيحصل وبيعرف كمان ان كيوماسا عايز يقتل دراجون وبيكون عايز يمشي من المكان ولكن اعضاء عصابة كيوماسا بيمسكوه. وبيضايق كيوماسا جدا اول ما بيشوف تيكيميتشي لان تيكيميتشي هو السبب في كل دوت واللي خلى دراجون يضربه وخلى كمان مايك يضربه. وبيفضل كيوماسا ينفي تيكيميتشي ويضربه والعصابة بتاعته وبعد كده بيقيده بالشريط اللازق وبيمشي وبيسيبه عشان يروح يقتل دراجون. وبيفضل تيكيميتشي قاعد وبيكون مش قادر يتحرك وعمال يلوم في نفسه ويقول ان هو فشل في كل حاجه وان دراجون خلاص هيموت. ولكن فجاه بتيجي هناتا اللي كانت بتدور على تيكيميتشي في المكان وبتفك تيكيميتشي من الشريط اللازق اللي اتلزق بيه. وبيشكر تيكيميتشي هناتا وبيقوم هو كله حماس وبيقول ان هو لازم ينقذ دراجون مهما حصل. وبيتحرك تيكيميتشي بكل سرعته عشان يوصل لدراجون لحد ما بيقابل في طريقه ميتسويا قائد الفرقه الثانيه. وبيقول تيكيميتشي لميتسويا على كل اللي بيحصل وان دراجون دلوقتي مستهدف وهيتم قتله. فبيقول ميتسويا لتيكيميتشي ان هو عارف كل حاجه وان هو جه هنا للمكان عشان ينقذ دراجون من باه. وبيتحرك ميتسويا وتيكيميتشي عشان يروحوا هما الاثنين وينقذوا دراجون. وفي نفس الوقت عند دراجون بيكون لسه ماشي مع ايما ولكن فجاه بيظهر باه اللي بيقول لدراجون ان هو جاي عشان يقتله. فبيتضايق دراجون وبيقول لايما انها تبعد بعيد المكان. وبيروح دراجون وبيقف قدام باه وبيستعد عشان يواجهه. ولكن باه طبعا مش هيقدر انه يواجه دراجون لوحده فعشان كده لجا للخطه البديله وهو انه يخضر بدراجون. وبيظهر فجاه شخص من عصابه ميبيوس ورا دراجون وبيضرب دراجون على دماغه ضربه قويه جدا. وبيتجمع بعد كده اعضاء ميبيوس كلهم حوالين دراجون وبيستعدوا كلهم عشان يواجهوه. ولكن طبعا دراجون رغم اصابته ما بيرضاش ان هو يستسلم بسهوله وبيقضي على عدد كبير جدا من عصابه ميبيوس. وبيوصل بعد كده ميتسويا وتيكيميتشي المكان وبيفرح دراجون جدا اول ما بيشوفهم. وبيقول دراجون لميتسويا ان هو مش هيقدر انه يقاتل حد تاني وان هو هيسيب له الباقي. وبيبتسم ميتسويا وبيقول لدراجون ان هو ما يشيلش هم وبيستعد ميتسويا عشان يواجه عصابه ميبيوس. ولكن فجاه وبدون اي مقدمات بيظهر فجاه صوت عالي بيغطي المكان كله. والصوت دوت هو صوت دراجه قائد عصابه تومان مايكي. وبيوصل مايكي للمكان وبيشوف ميتسويا وبيشوف دراجون اللي متصاب وبيقول مايكي ان هو فهم كل حاجه. وبينزل مايكي من على الدراجه بتاعته وبيستعد عشان يواجه ميبيوس. ولكن فجاه وقبل ما بيبدا مايكي ضرب في عصابه ميبيوس بيظهر قائد عصابه ميبيوس الجديد هين ماتشوجي قائد عصابه ميبيوس الجديد بعد اوساناي. واول ما بيشوف مايكي هينما بيحاول انه يضربه بضربته القاضيه ولكن المفاجاه ان اول واحد يتصدى لضربه مايكي هينما هو اول شخص في التاريخ يتصدى للضربه القاضيه بتاعه مايكي. وبيتكلم هينما وبيقول ان هو قائد عصابه ميبيوس الجديد وان في دلوقتي 100 راجل من عصابه ميبيوس مستعدين لصحكم هم الاربعه. مايكي ودراجون وميتسويا وتيكيميتشي هم الاربعه في موقف لا يحسدون عليه. هم الاربعه هيواجهوا 100 راجل من عصابه ميبيوس لوحدهم. ولكن هل معنى كده ان مايكي هيستسلم من عصابه تومان خلاص اتهزمت؟ طبعا لا. وبيظهر فجاه صوت عالي بيغطي المكان كله. ايوه هي ديت صوت درجات عصابه تومان. عصابه تومان اخيرا بتوصل للمكان. وبينزل كل قوات فرق تومان وبيقف ورا مايكي ووراهم كمان كل اعضاء تومان. وبيتحمس مايكي وبيتحمس دراكون هو كمان وبيقف على رجله من اجل بدء القتال. مايكي بيتحرك بعصابه تومان ناحيه عصابه ميبيوس. من سيكون المنتصر في هذه المعركه؟ ميبيوس ضد تومان. بدأت المعركة رسميا وبدأت القتالات تشتعل في كل مكان. وبدأ كل قوات تومان انهم يسحقوا عصابة ميبيوس بكل قوتهم. وبيبدأ مايكي انه يقاتل كل افراد ميبيوس اللي واقفين قدامه لحد ما بيوصل لبا. وبيزعق مايكي في با وبيقول له هو ليه عمل كل دوت وليه انضم لميبيوس. فبيتعصب با جدا وبيضرب مايكي وبيقول له ان هو اكيد هيستغنى عن عصابة تومان وهينضم لميبيوس لان تومان استغنت عن صديقه باتشان وان باتشان كان هو الامل الوحيد ليه وكان بيعتبره زي اخوه بالظبط. ورغم كده
عصابة تومان استغنت عنه، فبيتضايق مايكي وبيقرب من باه وبيقوله ان هو ما استغناش عن باتشين، وان هي ديت كانت ارادته، وان هو مستحيل ان يستغني عن واحد من العيلة بتاعته، وان هو كان مستعد ان يدفع الكفالة لباتشين ويخرجه من السجن، ولكن هي ديت الارادة بتاعت باتشين وان احنا لازم نحترمها كلنا. وبيقول مايكي لباه ان هو كمان واحد من العيلة بتاعته، وان هو مسامحه على كل حاجة عملها، وان هم لازم يبدأوا صفحة جديدة. وبيعيط باه وبيندم على كل اللي عمله، وبيعرف ان كل اللي عمله غلط. وبنرجع مرة تانية للقتالات القوية جدا اللي شغالة بين ميبيوس وتومان، وبتكون تومان هي اللي متفوقة في القتالات وعلى وشك انها تفوز في المعركة. وبين كل القتالات اللي شغالة ديت بيكون تيكيميتشي عمال يدور على دراجون عشان يحميه من كيوماسا اللي عايز يقتله، وبيفضل تيكيميتشي يدور على دراجون في كل مكان لحد ما فجأة كيوماسا بيعدي من جنب تيكيميتشي وهو بيقول ان هو خلاص قتل دراجون. وبيتصدم تيكيميتشي وبيبص في الناحية اللي جاي منها كيوماسا، وبيلاقي ان دراجون واقع على الارض وعمال ينزف دم. وبيجري تيكيميتشي ناحية دراجون وهو مش مصدق اللي بيحصل ومش عارف يعمل ايه، وبيفضل تيكيميتشي يبص لدراجون وهو عمال يعيط ويفتكر كل اللي هيحصل في المستقبل بسبب ان دراجون هيموت. وبيسمع مايكي صراخ تيكيميتشي وبيبص ناحيته، وبيتصدم مايكي ما بيلاقي ان دراجون واقع على الارض وعمال ينزف دم. وبيتعصب مايكي جدا وبيحاول انه يقرب من تيكيميتشي، ولكن هينما بيعترض طريقه، وبيبدا هينما انه يقاتل مايكي عشان يمنعه ان هو يوصل لدراجون. فبيتعصب مايكي جدا وبيقول لتيكيميتشي ان هو يتولى امر دراجون وان هو بيعتمد عليه. وبيبص تيكيميتشي لدراجون وبيلاقي ان هو لسه عايش وان هو لسه بيركض انفاسه الاخيره، فبيفرح تيكيميتشي جدا وبيقول ان حتى لو هي ديت النهايه فهو هيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يقدر انه ينقذ دراجون. وبيشيل تيكيميتشي دراجون وبيبدا انه يتحرك بيه ناحيه المستشفى عشان يعالجه من الجرح اللي اتجرحه، ولكن فجاه بتيجي ايما وهيناتا وبتقول لتيكيميتشي ان هم اتصلوا بالاسعاف وان الاسعاف هتجيلهم. وبيقعد تيكيميتشي مع ايما وهيناتا ودراجون المصاب عشان يستنوا الاسعاف لحد ما تيجي، ولكن الاسعاف بتتاخر بسبب ان الجو ممطر وبسبب ان الطريق زحمه جدا. وبيفضل تيكيميتشي والباقيين مستنيين الاسعاف لحد ما فجاه بيظهر كيوماسا والعصابه بتاعته، وبيقول كيوماسا لتيكيميتشي ان هو عارف ان دراجون لسه عايش فجاي عشان يقتله ويخلص عليه ويتاكد المره دي ان هو مات. وبيتصدم تيكيميتشي اول ما بيشوف كيوماسا والعصابه بتاعته، وبيعرف ان هي ديت النهايه، وبيبدا تيكيميتشي ان هو يحس بالخوف وبيبدا ان هو يتراجع. وبيقوم دراجون اللي مش قادر يتحرك ومتصاب وبيقول لتيكيميتشي ان هو ياخد ايما وهيناتا ويهربوا من المكان عشان ما يتاذوش باي اذى. واول ما بيسمع تيكيميتشي كلمه دراجون وهو بيقوله ان هو يهرب من المكان، بيبدا تيكيميتشي انه يفتكر في كل مره هرب فيها من اي حد كان بيحاول ان هو يتعرض له او يهاجمه. وبيبص تيكيميتشي لدراجون اللي بيحاول ان هو يقف على رجله رغم كل الاصابات اللي هو متصاب بيها عشان يقاتل ومحاولش ان هو يهرب. وبيصرخ تيكيميتشي باعلى صوته وبيقول ان هو مهما حصل مش هيهرب وان هو مش هيهرب ابدا مره ثانيه. وبيقرب تيكيميتشي من كيوماسا وهو عمال يقول ان هو فضل يهرب طول حياته ولكن المره دي مش هيهرب حتى لو هيأدي دوت لموته. وبيقول تيكيميتشي لكيوماسا ان هما لازم يصفوا الامور اللي ما بينهم وان هو عايز يقاتله. فبيضحك كيوماسا وبيقول لتيكيميتشي ان هو مش عايز يضيع وقته مع واحد زيه، ولكن دراجون وهيناتا وايما بيبداوا ان هما يشجعوا في مايكي، فبيضايق كيوماسا جدا وبيستعد عشان يواجه تيكيميتشي. وبيتحمس تيكيميتشي وبيحاول ان هو يهاجم كيوماسا، ولكن كيوماسا بكل خبث بيطعن تيكيميتشي باحد السكاكين في ايديه، وبيصرخ تيكيميتشي من كتر الالم ولكن بيتحمل وبيشيل السكينه من ايديه وبيبدا ان هو يحاول انه يهاجم كيوماسا. وبيفضل تيكيميتشي يحاول ويحاول لحد ما بيقدر انه يمسك كيوماسا من رقبته وبيبدا ان هو يخنقه ويقول له ان هو هيهزمه هنا. وبيفضل تيكيميتشي يخنقه في كيوماسا لحد ما كيوماسا بيغمى عليه، وبيقدر تيكيميتشي اخيرا انه ينتصر على كيوماسا في القتال. وبيتضايق افراد عصابه كيوماسا جدا من اللي عمله تيكيميتشي، وبيقول له تيكيميتشي ان حتى لو هو هزم كيوماسا فهم لسه موجودين وان هم هيقتلوه. وبيقف تيكيميتشي على رجله وبيقول لايما وهيناتا ان هم يمشوا من المكان وان هو ودراجون هيتولوا الموضوع. وبتمشي ايما وهيناتا من المكان فعلا، وبيقف تيكيميتشي ودراجون جنب بعضيهم وبيستعدوا عشان يواجهوا افراد عصابه كيوماسا. وبيتريق افراد عصابه كيوماسا على تيكيميتشي ودراجون لان حالتهم اصلا ما تسمح لهمش ان هم يقاتلوا نمله، ولكن تيكيميتشي ودراجون بيبتسموا وبيقولوا لعصابه كيوماسا ان هم هيفضلوا يقاتلوا لحد اخر نفس في حياتهم. وبيتضايق افراد عصابه كيوماسا جدا من اصرار تيكيميتشي ومن اصرار دراجون، وبيحاولوا ان هم يهجموا عليهم ويقتلوهم، ولكن فجاه بيظهر اصدقاء تيكيميتشي وبيقفوا قدام عصابه كيوماسا بعد ما هيناتا اتصلت بيهم وقالت لهم على كل حاجه. وبيقول اكو ان تيكيميتشي ان هو يرتاح لان هو خلاص اخد الانتقام بتاعه وان هم كمان عايزين ينتقموا من افراد عصابه كيوماسا. وبيبدا اكو واصدقاء تيكيميتشي ان هم يتقاتلوا مع افراد عصابه كيوماسا، ولكن افراد عصابه كيوماسا كان اقوى منهم بكتير، ولكن اكو والباقيين بيفضلوا يقاوموا بكل قوتهم وما بيرضوش ان هم يستسلموا لحد ما الاسعاف بتيجي للمكان وبيهرب افراد عصابه كيوماسا. وبيفرح تيكيميتشي جدا واصدقائه لان هم بكده قدروا انهم
ينتصروا على عصابة كيماسا ويقدروا انهم ينتقموا منهم. وبتيجي بعد كده ايما وهيناتا ومعاهم الاسعاف وبياخدوا دراكون وبيتحركوا كلهم ناحية المستشفى عشان ينقذوا دراكون. وفي نفس الوقت بيكون كل افراد تومان قدروا انهم يخلصوا على كل افراد ميبيوس وانتصرت تومان في المعركة. وبيكون مايكي لسه واقف قدام هينما وبيقول هينما لمايكي ان هو فعلا انتصر في المعركة ديت ولكن لسه المعارك جاية كتير وان هي ديت الحرب وان تومان مش هتفضل واقفة على رجليها كتير وان المعركة الجاية تومان هي اللي هتتهزم. وبيمشي بعد كده هينما من المكان وهو بيقول لمايكي ان هو مستنيه في عصابة في الهلال. ومن الناحية التانية بيكون تيكيميتشي والباقيين وصلوا المستشفى واول ما بيوصلوا بيتم ادخال دراكون لاوضة العمليات بسبب الاصابة الخطيرة اللي متعرض لها. وبيفضل تيكيميتشي والباقيين مستنيين دراكون بره اوضة العمليات وبيجي موتسوي وباه عشان يطمنوا على دراكون. وبيجي مايكي هو كمان وبيفضلوا قاعدين كلهم مستنيين الطبيب يخرج من اوضة العمليات ويقول لهم على النتائج. وبتمر الساعات لحد ما بتيجي الساعة 12 وبيبتدي يوم جديد يوم 4/8/2005. وبيخرج الطبيب من اوضة العمليات وبيقول لكل الموجودين ان العملية نجحت وان دراكون دلوقتي بخير. وبيفرح تيكيميتشي وكل اصدقائه لان دراكون بخير وان هو لسه عايش. وبيروح متسوي والباقيين عشان يقولوا لبقية افراد العصابة ان دراكون بخير ولكن با هو الوحيد اللي بيفضل واقف مكانه وما بيرضاش يروح معاهم. فبيقول متسوي لبا ان مايكي قال له ان هم هيبداوا صفحة جديدة وان هو لازم يعتذر من كل اعضاء العصابة وينسى كل اللي حصل. وبيفرح با جدا لان لسه مكانه موجود في العصابة وبيروح لكل افراد العصابة وبيعتذر منهم بسبب اللي عمله. وبيفرح تيكيميتشي جدا لان هو قدر انه ينقذ دراجون ونجح في المهمة بتاعته. وبيقول تيكيميتشي بما ان هو قدر انه ينقذ دراجون فكده كيساكت انت مش هيسيطر على العصابة وكمان مايكي مش هيتحول لشخص شرير بيقتل كل الاشخاص وكده هيناتا هتكون عايشة وكمان صديقه اكون هيكون عايش. وبيقول تيكيميتشي ان هو لازم يرجع دلوقتي للمستقبل بما ان كل حاجة رجعت لطبيعتها. وفعلا تاني يوم بيروح تيكيميتشي البيت هيناتا وبيسلم على هيناتا وبيديها سلسلة وبيقول لها انها تفضل لابسة السلسلة ديت للابد وان هو دايما هيكون جنبها. وبيسلم بعد كده تيكيميتشي على هيناتا وبيرجع للمستقبل. واول ما بيرجع تيكيميتشي للمستقبل بيلاقي نفسه في الشغل بتاعه في المحل بتاع الشرايط. وبيطلع تيكيميتشي التليفون وبيبص في التاريخ وبيعرف ان هو فعلا رجع للمستقبل وبيحاول ان هو يطلع رقم ناتو من على التليفون عشان يتصل بناتو ويعرف منه كل اللي حصل. ولكن تيكيميتشي ما بيلاقيش رقم ناتو على التليفون وما بيلاقيش بس غير رساله مكتوب فيها عنوان. فبيروح تيكيميتشي للعنوان دوت وبيلاقي ان هو صالون حلاقه. وبيلاقي تيكيميتشي جوه صالون الحلاقه صديقه اكون اللي بيكون عايش وما ماتش. وبيفرح تيكيميتشي جدا اول ما بيشوف صديقه اكون وبيقول اكون لتيكيميتشي ان هو بعته رساله بالعنوان بتاع المحل اللي هو هيشتغل فيه لانهم كانوا متوعدين زمان ان هو هيكون اول زبون عنده في محل الحلاقه. وبيرن بعد كده التليفون بتاع تيكيميتشي واول ما بيرد بيلاقي ان دوت ناتو اللي بيقول له ان هو نجح في المهمه وان اخته هيناتا لسه عايشه وان كل حاجه اتغيرت. وبيفرح تيكيميتشي جدا لان كل حاجه اتغيرت وان هو اخيرا قدر انه ينجح في المهمه بتاعته ويغير المستقبل بشكل كبير. وبيجي بعد كده ناتو وبياخد تيكيميتشي عشان يوديه لهيناتا ويخليها تقابله. وبيكون تيكيميتشي فرحان جدا ان هو يقابل هيناتا في المستقبل ولكن بيبدا ان هو يقلق اما في ذكريات بتظهر في دماغه بيشوف فيها ان هو انفصل عن هيناتا من 12 سنه. وبيفضل تيكيميتشي ماشي مع ناتو عشان يقابل هيناتا ولكن فجاه بيقف تيكيميتشي وبيقول لناتو ان هو مش عايز يقابل هيناتا. وبيقول تيكيميتشي لناتو ان هو رغم ان هو قدر انه ينقذ هيناتا ويغير المستقبل بشكل كبير الا ان هو ما قدرش انه يغير نفسه ولسه بردك شغال في محل الشرايط ولسه بردك انسان فاشل. وبيستغرب ناتو وبيقول لتيكيميتشي ان هيناتا هتفرح جدا اول ما تشوفه ولكن تيكيميتشي ما بيهتمش وبيقول لناتو ان هيناتا اصلا مش هتفتكره لان مفيش حد بيفتكر شخص من 12 سنه. وبيمشي تيكيميتشي وبيسيب ناتو وبيكون تيكيميتشي زعلان جدا لان هو مش هيقابل هيناتا ولكن فجاه وهو نزل على السلم بيخبط في احد الاشخاص. واول ما بيشوف تيكيميتشي الشخص اللي خبط فيه بيبدا ان هو يعيط وبيتضح ان الشخص اللي خبط فيه تيكيميتشي هو هيناتا واللي بتقول له ان هو دايما ما اتغيرش وان هو لسه زي ما هو. وبيجي بعد كده ناتو بياخد هيناتا وتيكيميتشي بجوله في السياره عشان يخلوهم يتعرفوا على بعض اكتر ويتكلموا مع بعض. ولكن هيناتا وتيكيميتشي بيفضلوا ساكتين طول الطريق. وبيجي اتصال لناتو من مركز الشرطه بصفته ان هو ظابط وبيقولوا له ان هم محتاجينه في المركز. فبيمشي ناتو وبيسيب مفاتيح العربيه لهيناتا وبتتحرك هيناتا مع تيكيميتشي في العربيه. وبيروح تيكيميتشي وهيناتا لاحد الاماكن وبتتكلم هيناتا مع تيكيميتشي وبتساله سؤال وبتقول له هو ليه انفصل عنها من 12 سنه وليه استغنى عنها. وبيستغرب تيكيميتشي وبيعرف ان الذكريات اللي كانت بتظهر في دماغه
دماغه هي ذكريات حقيقيه، وان هو انفصل عن هيناتا من 12 سنه لسبب مجهول هو ما يعرفهوش. وبيتوتر تيكيميتشي وما بيعرفش يقول ايه لهيناتا، وبيقول لها انها ترجع للعربيه وان هو يروح للحمام لان هو مزنوق. وبيروح فعلا تيكيميتشي الحمام وبيفضل يحاول انه يستجمع شجاعته، وبيقول ان هو لازم يقول لهيناتا ان هو لسه بيحبها زي ما كان بيحبها زمان. وبيخرج تيكيميتشي من الحمام وبيلاقي ان في شخص واقف قدام الحمام، وبيقول لتيكيميتشي هو ايه اللي جابه هنا، وان المفروض ان هو يكون موجود في العربيه عشان يموتوا هما الاثنين مع بعض. وبيمشي بعد كده الشخص الغريب، وبيستغرب تيكيميتشي من الكلام اللي قاله الراجل دوت، ولكن بيستغرب اكتر اما بيلاقي ان الشخص دوت راسم وشم على ايديه، والوشم دوت هو نفس الوشم اللي كان رسمه هينما على ايديه. وبيخاف تيكيميتشي جدا وبيجري ناحيه العربيه بتاعت هيناتا عشان يطمن عليها، ولكن فجاه اول ما بيوصل بيلاقي ان في عربيه جايه من ورا العربيه بتاعت هيناتا، وبتخبط في العربيه بتاعت هيناتا وبتدمرها. وبيتصدم تيكيميتشي وبيكون مش فاهم هو ايه اللي بيحصل، ولكن بيتصدم اكتر اما بيلاقي ان الشخص اللي خبط هيناتا بالعربيه بتاعته هو اكون. وبيقول تيكيميتشي لاكون هو ازاي يعمل حاجه زي كده، والمفروض ان هو يكون حلاق ومش مفروض ان هو يقتل هيناتا. فبيقول اكون لتيكيميتشي ان هو خايف جدا من كيساكي تينتا، وان كل افراد تومان عبيد عند كيساكي تينتا. وبيستغرب تيكيميتشي وبيكون مش فاهم اي حاجه، لان اكون بيقول نفس الكلام اللي قاله قبل ما ينتحر قبل كده. وبيعيط اكون وبيقول لتيكيميتشي انقذ الجميع ايها البطل البكاء. وبتنفجر بعد كده العربيه اللي فيها اكون وبيموت اكون. وبيعيط تيكيميتشي وهو مش فاهم اي حاجه، وبيجري ناحيه العربيه اللي فيها هيناتا، وبيقول لهيناتا انها تخرج من العربيه قبل ما العربيه تنفجر فيها. ولكن هيناتا بتقول لتيكيميتشي ان خلاص فات الاوان، وان كل جسمها اتدمر، وانها مش هتقدر انها تتحرك. وبيحضن تيكيميتشي هيناتا وهو عمال يعيط، وبيقول لها ان هو اسف على كل حاجه، وان هو اسف لو كان انفصل عنها لان هو مش فاكر اي حاجه من اللي حصلت. وبيعيط تيكيميتشي وهو بيقول لهيناتا ان هو دوت مش مصيرها، وان هو هينقذها مهما حصل، وان مهما حصل هينقذها، وان هو هيفضل يحاول لحد ما ينقذها. وبتعيط هيناتا وبتزق تيكيميتشي برا العربيه، وبتنفجر العربيه بهيناتا وبتموت هيناتا. وبيفضل تيكيميتشي يعيط وبيصرخ بأعلى صوته بعد ما شاف هيناتا بتموت قدامه للمره الثانيه، وما قدرش برضك ان هو ينقذها. وبيقوم تيكيميتشي وهو عمال يعيط وبيقول ان مهما حصل هنقذ هيناتا، وان مهما حصل هنقذ اكون، وان حتى لو فضلت ارجع للماضي اكتر من كذا مره وافشل في كل مره برجع فيها برضك مش هيأس الا لما اوصل لمستقبل تكون هيناتا فيه سالمه والكل فيه بخير. وبيقول تيكيميتشي ان هو حسم امره، وان هو فهم كل حاجه، وان هو عشان يقدر انه ينقذ هيناتا لازم ان هو يبقى القائد الاعلى، لازم ان هو يبقى قائد تومان. بعد موت هيناتا المؤثر قدام تيكيميتشي المره الثانيه، بيروح تيكيميتشي تاني يوم وبيحضر عزا هيناتا بعد ما ماتت. وبعد ما بيخلص العزا بيروح تيكيميتشي وبيقعد مع ناتو، وبيقول له على القرار الجديد اللي هو قراره، وان هو هيبقى قائد تومان عشان يقدر انه يمنع ان هيناتا تموت في المستقبل. ولكن ناتو بيتكلم وبيشكر تيكيميتشي على كل حاجه عملها عشانه، وبيقول له ان خلاص كل حاجه انتهت، وان هيناتا ماتت مره ثانيه، وان هم مش هيقدروا ان هم ينقذوها. ولكن تيكيميتشي بيفضل يشجع في ناتو وبيقول له ان حتى لو هو فشل مره ثانيه او فشل هم الاثنين مرة تانية، فيفضلوا يحاولوا لحد ما يوصلوا المستقبل تكون هيناتا فيه بخير والكل فيه بخير. وبيفرح ناتو جدا من تيكيميتشي، لان رغم كل اللي حصل الا ان هو لسه واقف على رجله ومصر ان هو ينقذ هيناتا مهما حصل. وبيتكلم ناتو وبيقول رغم انهم انقذوا دراجون في الماضي الا ان بردك المستقبل ما اتغيرش، وتحولت بردك عصابة تومان الى منظمة اجرامية، واسكان دراجون هو الشخص الوحيد اللي بيخلي عصابة تومان تمشي في الطريق الصح، فاكيد في حاجة حصلت لدراجون غير ان هو يموت بعد ما انقذوه وخليته يختفي من عصابة تومان. وان هدفهم دلوقتي عشان يعرفوا هو ايه اللي غير عصابه تومان انهم يدوروا على دراجون ويعرفوا هو فين. وفعلا بيبدا تيكيميتشي وناتو انهم يبحثوا عن اي حاجه توصلهم لدراجون اللي موجود في المستقبل، لحد ما فعلا بيقدروا انهم يعرفوا مكانه. ولكن اتصدموا اول ما لقوه، لانهم لقوه موجود في سجن طوكيو ومحكوم كمان عليه بالاعدام. وبيروح تيكيميتشي وناتو عشان يزوروا دراجون اللي موجود في السجن اللي بيكون شكله اتغير جدا بين المستقبل والماضي. وبيسال تيكيميتشي دراجون هو ايه اللي حصل وايه اللي خلاه يدخل السجن وليه اتحكم عليه بالاعدام. فبيتكلم دراجون وبيقول لتيكيميتشي ان هو مش ندمان على اي حاجه عملها، ولا عمره ندم ابدا على اي حاجه عملها، وان لو حياته كلها اتعدت تاني قدام عينيه فهيعمل كل الحاجه اللي كان بيعملها مره تانيه. ولكن الحاجه الوحيده بس اللي هيغيرها لو حياته اتعدت مره تانيه قدام عينيه ان هو هيقتل كيساكي تينتا. وبيقول دراجون ان الشخص اللي مسيطر على عصابه تومان دلوقتي واللي موجود مكانه في العصابه هو كيساكي تينتا، وهو اللي حول عصابه تومان من عصابه عاديه الى منظمه اجراميه. وبيتصدم تيكيميتشي وبيكون عايز يفهم اكتر عن اللي حصل
حصل، ولكن الوقت بتاع الزياره بينتهي، وبيتكلم دراجون اخر كلام مع تاكيميتشي وبيقول له ان هو يهرب من طوكيو لان كيساكي تنتا مش بيرحم اي حد، وبيقتل الناس زي ما بيقتل الحشرات بالظبط. وبيرجع بعد كده تاكيميتشي مع ناتو والبيت وهو عمال يفكر في كل اللي حصل، وبيكون مش فاهم هو ايه السبب اللي خلى دراجون يدخل السجن، وبيقول ان هو لازم يرجع للماضي ويغير كل حاجه. وبيقول تاكيميتشي لناتو ان هو دلوقتي قرر ان هو هيرجع للماضي ولكن بهدف واحد بس، وان هو يبقى قائد تومان. وبيسلم بعد كده ناتو على تاكيميتشي، وبيرجع تاكيميتشي للماضي وهو عمال يفكر في بعض الحاجات المهمه. الحاجه الاولى والمهمه هو ايه سبب وجود هيدما تشوجي في المكان اللي ماتت فيه ناتا، والحاجه الثانيه هو ايه سبب دخول دراجون للسجن، والحاجه الثالثه والاخيره هو ايه مين كيساكي تنتا وليه بيعمل كل دوت وليه بيسيطر على تومان. وبيرجع تاكيميتشي للماضي وبيلاقي نفسه مع دراجون ومايكي، وبيلاقي كمان بقيه قواد العصابه موجودين في المكان، وبيكونوا كلهم رايحين عشان يحضروا الاجتماع اللي هيعملوه، والاجتماع دوت هيكون مهم لانهم هيحددوا فيه قائد الفرقه الثالثه الجديد بدل باتشين اللي اتحبس في السجن. وبيروحوا كلهم للاجتماع وبيبدا الاجتماع، وبيكون تاكيميتشي متحمس جدا عشان يعرف هو مين قائد الفرقه الثالثه الجديد، وبيكون مفكر ان مايكي هيعينه هو قائد الفرقه الثالثه الجديد. وبيتكلم مايكي باعلى صوته وبيقول قائد الفرقه الثالثه تقدم للامام، وبيتقدم من اخر الصف شخص غريب محدش يعرفه، واول مره يظهر في العصابه واول مره اي حد يشوفه في العصابه. وبيطلع الشخص الغريب وبيقف جنب مايكي، وبيتم الاعلان عن اسمه قائد الفرقه الثالثه الجديد لعصابه تومان، هو كيساكي تنتا. صدمه بكل ما تحمله المعاني، كيساكي تنتا بقى قائد الفرقه الثالثه ومحدش يعرف هو امتى اصلا بقى قائد الفرقه الثالثه، وامتى اصلا انضم لعصابه تومان. تاكيميتشي واقف مصدوم ومش فاهم اي حاجه، ومش فاهم هو ايه اللي بيحصل بالظبط. كيساكي تنتا هو سبب كل اللي بيحصل في المستقبل، وسبب كل اللي هيحصل في الماضي، سبب كل الدمار اللي هو فيه، وسبب كل اللي هم فيه دوت. ازاي ينضم لتومان بالسهوله ديت، وكمان ازاي يبقى قائد الفرقه الثالثه على طول؟ تاكيميتشي في امر لا يحسد عليه. تاكيميتشي بيتعصب وبيجري ناحيه كيساكي وبيضربه، وبيتعصب مايكو وبيتعصب كل قوات تومان، وبيتجمعوا كلهم حوالين تاكيميتشي لان هو ضرب واحد من قواد العصابه. وقبل ما تاكيميتشي يحاول يفهمهم اي حاجه، بيظهر قائد الفرقه الاولى وبيضرب تاكيميتشي ضرب قوي جدا وبيخليه ينزف دم. وبيتكلم بعد كده باجي قائد الفرقه الاولى مع مايكي وبيقول له ان كل حاجه خلاص انتهت، وان هو خلاص قرر انه هيسيب عصابه تومان وهينضم لعصابه فيلهلان. مايكي بيتصدم وبيكون مش فاهم اي حاجه، ولكن باجي بيتكلم مع مايكي وبيقول له انه خلاص كل حاجه انتهت، خلاص هو هينضم لعصابه فيلهلان وهيخون تومان. وبيمشي باجي وهو بيقول لمايكي ان هو مستنيه في عصابه فيلهلان. المعركه الجايه اللي هتبدا بين العصابات هتكون بين عصابه تومان وعصابه فيلهلان، وفي الوقت دوت هكون انا موجود في عصابه فيلهلان وبحارب تومان. تاكيميتشي واقف ومش فاهم اي حاجه. باجي رغم ان هو قائد الفرقه الاولى الا ان هو مشي من العصابه، وغير كده تم تعيين كيساكي قائد الفرقه الثالثه واللي هو عدو اللدود. ولكن قبل ما بيفهم تاكيميتشي اي حاجه، بيقوم كيساكي من على الارض وبيضرب تاكيميتشي وبيخليه يغمى عليه. وبعد ما بيفوق تاكيميتشي بيلاقي ان اجتماع العصابه خلاص خلص، وبيلاقي ان مايكي قاعد جنبه. بيتكلم مايكي مع تاكيميتشي وبيقوله على كل حاجه حصلت اثناء الاجتماع. الحاجه الاولى هو ان باجي مشي من العصابه، والحاجه الثانيه هو ان كيساكي بقى قائد الفرقه الاولى، والحاجه الثالثه هو ان عصابه تومان هتدخل في قتال ضد عصابه فيلهلان، لان عصابه فيلهلان اتحدت عصابه تومان وعايزه تتقاتل معاها. ولكن مايكي مش فارقه معاه اي حاجه من اللي حصلت في الاجتماع غير حاجه واحده بس، هو ان باجي قائد الفرقه الاولى ساب العصابه وانضم لعصابه فيلهلان. بيتكلم مايكي مع تاكيميتشي وبيقول له ان باجي دوت هو اعز صديق عنده، وان عمرهم ابدا ما اتخانقوا، وان اكيد في حاجه حصلت خلت باجي يسيب العصابه. وبيطلب مايكي من تاكيميتشي ان هو يساعده في انه يرجع باجي للعصابه مره ثانيه. لازم يرجع تاكيميتشي باجي للعصابه قبل ما تبدا المعركه بين عصابه فيلهلان وعصابه تومان. تاكيميتشي بيوافق على كلام مايكي وبيقول له ان هو هيرجع له باجي لعصابه تومان قبل المعركه، ولكن بشرط واحد بس، وان هو يطرد كيساكي تنتا من العصابه. وبيوافق مايكي على كلام تاكيميتشي وبيقول له ان هو فعلا لو قدر انه يرجع باجي فهو مستعد انه يطرد كيساكي تنتا فورا وبدون اي تردد. وقبل ما بيمشي مايكي بيقول لتاكيميتشي ان هو نسي يقول له على حاجه مهمه، وان هو اتعين في العصابه تحت اداره ميتسويا قائد الفرقه الثانيه. يعني دلوقتي بقى تاكيميتشي واحد من عصابه تومان رسميا، ومبقاش زي الاول صديق دراجون ومايكي. المهم بيمشي مايكي من المكان بعد ما قال لتاكيميتشي على كل حاجه. وبعدها بيجي تاكيميتشي عشان يمشي من المكان، ولكن بيلاقي ان في صوره واقعه على الارض،
الصورة ديت هي الصورة اللي وقعت من باجي المكان، بيقول ان هو هيمشي من العصابة. بيبص تاكيميتشي في الصورة وبيلاقي دراجون ومايكو وهما صغيرين، وكمان بيلاقي اشخاص تانية كتير معاهم واللي هما قواد العصابة اللي موجودين حاليا، بالاضافة كمان الى شخص راسم وشم نمر على رقبته تاكيميتشي ما قدرش انه يتعرف عليه. وبيستنتج تاكيميتشي ان الاشخاص اللي موجودين في الصورة دولت هما الاشخاص اللي اسسوا عصابة تومان، ولكن بيكون برضك مش عارف هو مين الشخص اللي راسم وشم النمر دوت على رقبته. ولكن تاكيميتشي ما بيهتمش وبياخد الصورة وبيقول ان دلوقتي هيبدأ مهمته الجديدة، مهمة ارجاع باجي للعصابة عشان يقدر انه يطرد كيساكي تنتا من عصابة تومان. وتاني يوم بيروح تاكيميتشي المدرسة وبيقابل كل اصدقائه وبيقول لهم على كل الحاجات اللي حصلت معاه في الاجتماع بتاع عصابة تومان. ولان تاكيميتشي ما يعرفش اي حاجة عن عصابة في الهلال اللي انضم ليها باجي، بيبدأ صديقه ياماجاشي انه يشرح له كل حاجة عن عصابة في الهلال، وبيقول ياماجاشي ان عصابة في الهلال متكونة من 300 فرد، ودوت اللي بيخلي عددها اكتر من عدد عصابة تومان، لان عصابة تومان متكونة من 150 فرد بس. ورغم ان عصابة في الهلال عددها كبير جدا، الا ان في اشخاص قليلين جدا هم اللي مهمين فيها. واول شخص مهم في عصابة في الهلال هو هينما تشوجي، ودوت اللي كان بيقود عصابة ميبيوس وكمان هو النائب بتاع عصابة في الهلال. فبيستغرب تاكيميتشي وبيقول هو ازاي اصلا هينما يبقى اهم شخص في العصابة، ومفروض اصلا ان اهم شخص في العصابة يبقى القائد مش نائب القائد. فبيكمل ياماجاشي كلامه وبيقول ان عصابة في الهلال ملهاش قائد، ومحدش يعرف هو مين القائد بتاعها، واللي بيدير دلوقتي عصابة في الهلال هو النائب بتاع القائد واللي هو هينما تشوجي، وان بسبب ان عصابة في الهلال محدش يعرف القائد بتاعها لقبت عصابة في الهلال باسم الملاك بدون رأس. اما بقى بالنسبه للاشخاص التانيين المهمين في عصابه في الهلال، هو شخص اسمه كازاتورا، وطبعا باجي اللي هينضم لعصابه في الهلال. وبيسال تاكيميتشي ياماجاشي هو مين كازاتورا دوت، وقبل ما بيجاوب ياماجاشي على تاكيميتشي بيظهر فجاه كازاتورا قدامهم كلهم، وبيستغرب ياماجاشي جدا وبيخاف اول ما بيشوف الرجل رقم 3 في عصابه في الهلال كازاتورا. وبيقرب كازاتورا من تاكيميتشي وبيقول له ان هو عايزه في موضوع، وبياخده معاه وبيقول له ان هو عايزه في حاجه مهمه جدا، وبيخاف تاكيميتشي ان هو يمشي مع كازاتورا لانه في النهايه واحد من عصابة في الهلال وممكن يقتله. ولكن بعدها بيقرر تاكيميتشي انه يمشي مع كازاتورا ويشوف هو عايز ايه عشان يقدر انه يقرب منه ويعرف مكان باجي. وبيمشي فعلا تاكيميتشي مع كازاتورا لحد ما بيروحوا للمخبأ بتاع عصابة في الهلال، وبيدخل تاكيميتشي مع كازاتورا المخبأ عصابة في الهلال، وبيلاقي ان في اشخاص كتيرة جدا موجودة في المكان، وبيلاقي كمان ان في مجموعة من الاشخاص متلمين كلهم في حتة واحدة. فبيقرب تاكيميتشي وكازاتورا من الاشخاص اللي متلمين كلهم في حتة واحدة عشان يعرف هو ايه اللي بيحصل، وبيلاقي تاكيميتشي ان باجي عمال يضرب في احد الاشخاص قدام كل الموجودين بكل قوته. فبيستغرب تاكيميتشي وبيسال كازاتورا هو ايه اللي بيحصل، فبيقول كازاتورا لتاكيميتشي ان دوت اختبار الثقه واللي بيعمله اي شخص بيدخل لعصابه في الهلال عشان يتاكد فعلا ان هو عايز يدخل للعصابه. وبيفضل باجي يضرب في الشخص اللي عمال يضربه لحد ما بيخلص عليه، وبيقف باجي قدام هينما وبيقول له ان دلوقتي خلص اختبار الثقه وان المفروض انه يتقبل في عصابه في الهلال. فبيقول هينما لباجي ان هما فعلا هيقبلوه في عصابه في الهلال، ولكن لازم يتاكدوا الاول ان هو عصابة تومان. وبيتكلم هينما مع كازاتورا وبيسأله اذا كان جاب الشخص اللي هم قالوا عليه، فبيقول كازاتورا ان هو جاب تاكيميتشي وهو دوت اللي هيقول لهم هو ليه باجي سبع عصابة تومان. وبيتكلم هينما مع تاكيميتشي وبيسأله هو ليه باجي سبع عصابة تومان، هو ايه اللي حصل في الاجتماع الاخير بتاع عصابة تومان. فبيتكلم تاكيميتشي وهو خايف وبيقول ان هو ما يعرفش هو ايه السبب اللي يخلي باجي يسيب عصابة تومان، ولكن كل اللي يعرفه ان باجي قال ان هو هيسيب عصابة تومان وهينضم لعصابة في الهلال وان هو هيبقى عدو لعصابة تومان. فبيضحك هينما وبيقول ان هو كان متاكد ان باجي مش هيجي كل دوت عشان يهزر معاهم، وان هو كان متاكد ان هو عايز ينضم لعصابه في الهلال بجديه. وبيتكلم هينما قدام كل الموجودين وبيقول لهم ان من النهارده تم قبول عضو جديد في عصابه في الهلال، والعضو دوت هو باجي قائد الفرقه الاولى السابق لعصابه تومان. وبيفرح كل اعضاء عصابه في الهلال وبيبداوا انهم يهتفوا باسم باجي، ولكن تاكيميتشي بيوقفهم وبيسال باجي وبيقول له هو ليه انضم لعصابه في الهلال وهو واحد من مؤسسين عصابه تومان. وبيقول تاكيميتشي لباجي ان هو شاف الصوره اللي هو وقعها على الارض واللي كان موجود فيها كل الاشخاص اللي اسسوا عصابه تومان وهو كان واحد منهم، وان مايكي ودراجون وباتشان وميتسويا وكمان باجي هم الخمسه هم اللي اسسوا عصابه تومان. ولكن باجي بيضحك وبيقول لتاكيميتشي ان مش معنى ان هو واحد من مؤسسين تومان كده ما يقدرش ان هو يخون العصابه، وان اللي واقف وراك دوت هو كازاتورا، وان هو كمان واحد من مؤسسين عصابه تومان. وبيبص تاكيميتشي لكازاتورا وبيشوف وشم النمر اللي موجود على رقبته، وبيفتكر الشخص السادس اللي كان موجود معاهم في الصوره واللي اتضح ان هو كازاتورا.
وبيستغرب تيكيميتشي اكتر وبيقول كازاتورا وباجي هما ازاي يخونوا عصابه تومان وهما الاثنين يعتبروا من مؤسسين عصابه تومان. فبيتكلم باجي وبيبدا انه يحكي لتيكيميتشي على كل حاجه ويقول له هو ايه السبب اللي خلاه يخون عصابه تومان هو وكازاتورا. وبنرجع بالزمن لسنه 2003 ايام ما تم تاسيس عصابه تومان على ايد الاعضاء السته اللي احنا عارفينهم، وان وقتها الاعضاء السته ومايك ودراجون وبقيه الاشخاص اللي احنا عارفينهم كانوا كلهم مستمتعين بوقتهم وكانوا اكتر من الاصدقاء مع بعضهم وكانوا كلهم بيحبوا بعضهم. وفي يوم من الايام وتحديدا في يوم 13 اغسطس 2003 بياخد كازاتورا باجي وبيروحوا لاحد المحلات اللي بيبيع الدراجات الناريه، وبيسال باجي كازاتورا هو ايه اللي جابهم للمكان دوت. فبيقول كازاتورا لباجي ان عيد ميلاد مايكي 13 قرب وانهم عايزين يجيبوا له دراجه ناريه غير الدراجه اللي معاه لان الدراجه اللي معاه متدمره خالص. فبيقول باجي لكازاتورا ان هو كان بيفكر في حاجه زي كده ولكن هما مش معاهم فلوس عشان يقدروا انهم يشتروا دراجه. فبيقول كازاتورا لباجي ان هما مش هيشتروا الدراجه انما هما هيسرقوها من المحل بعد ما المحل يقفل. وبيتصدم باجي وبيقول لكازاتورا ان هو مستحيل انه يسرق حاجه وان هما مش لازم يعملوا كده وان مايكي مش هيتبسط ابدا اما يعرفوا ان هما سرقوا الدراجه عشانه. فبيقول كازاتورا لباجي ان مايكي مش هيعرف اي حاجه عن السرقه وان هما بس هيسرقوا الدراجه وهيديها له من غير ما هو يعرف هو جابوها منين. وبعد الحاح كتير جدا من كازاتورا لباجي بيوافق باجي في النهايه ان هو يساعد كازاتورا في انهم يسرقوا الدراجه ديت بس عشان يساعدوا مايكي. وفعلا في نفس اليوم بالليل بيروح كازاتورا وباجي للمحل وهم لابسين احد الاقنعه على وشهم، وبيقدر كازاتورا انه يفتح باب المحل بعد ما كسر الازاز بتاعه. وبيدخل كازاتورا وباجي للمحل وبيروح عند الدراجه اللي هم هيسرقوها وبيقدروا انهم يفكوا السلاسل من عليها، ولحسن حظهم بيكون الدراجه فيها بنزين وهيقدروا انهم يمشوا بيها. وبيقول كازاتورا لباجي ان هو يحاول انه يشغل الدراجه عقبال ما هو يروح يفتح الجراج بتاع المحل واللي هيقدروا انهم يخرجوا منه الدراجه. وبيمشي كازاتورا وبيحاول باجي ان هو يشغل الدراجه، ولكن فجاه بيظهر شخص من العدم وبيسال باجي هو ايه اللي بيعمله في المحل بتاعه. وبيتصدم باجي اول ما بيشوف الشخص دوت لان الشخص دوت هو صاحب المحل وان خلاص وشهم اتكشف وانهم خلاص هيتحبسوا. ولكن باجي بيتصدم اكتر اما صاحب المحل بيتعرف على باجي وكمان باجي بيتعرف عليه. وبيجي كازاتورا من ورا صاحب المحل وهو متخفي عشان يضرب صاحب المحل، وبيحاول باجي ان هو يوقفه ولكن كازاتورا بيضرب صاحب المحل على راسه ضربه قويه جدا، وبيقع صاحب المحل على الارض وهو عمال ينزف دم وبيموت في وقتها. وبيقول كازاتورا لباجي ان هم لازم يهربوا من المكان بسرعه قبل ما تيجي الشرطه وتقبض عليهم لان الجيران سمعوا صوتهم. ولكن باجي ما بيهتمش وبيجري ناحيه صاحب المحل اللي وقع على الارض وعمال يقول له ان هو ما يموتش وان هو لازم يقوم دلوقتي. وبيستغرب كازاتورا وبيكون مش فاهم اي حاجه، ولكن باجي بيبدا ان هو يعيط ويقول ان الشخص اللي ضربه كازاتورا على دماغه دوت هو شينيتشيرو اخو مايكي الكبير، وان المحل اللي كانوا هيسرقوه الدراجه اللي كانوا هيسرقوها هي بتاعت شينيتشيرو اخو مايكي الكبير وان هم كانوا بيسرقوا الحاجه بتاعت اخو مايكي. وبيتصدم كازاتورا صدمه كبيره جدا وبيحاول باجي ان هو يقوم شينيتشيرو، ولكن بيلاقي ان شينيتشيرو خلاص مات. وبيفضل باجي يعيط على موت شينيتشيرو، ولكن كازاتورا بيدخل في حاله من الجنون وبيفضل يتكلم مع نفسه ويقول ان مايكي هو الغلطان وان مايكي هو السبب في كل دوت. وبتيجي بعد كده الشرطه وبتقبض على باجي وبتقبض على كازاتورا، وبيسال مايكي اللي بيكون وصل للمكان هو كمان كازاتورا وباجي هو ايه اللي حصل. فبيعيط باجي وبيقول لمايكي ان هو اسف على كل حاجه وان هو ما كانش قصده انه يعمل كده. وبسبب كل اللي حصل دوت دخل كازاتورا السجن لمده سنتين، اما بالنسبه لباجي فهو خرج براءه لان كازاتورا دافع عنه واتحمل كامل المسؤوليه. وبنرجع لوقتنا الحاضر بعد ما باجي قال لتيكيميتشي على كل حاجه وقال له كمان هو ايه السبب اللي خلاه يساب عصابه تومان، والسبب دوت هو ان باجي اصلا كان مستني كازاتورا يخرج من السجن عشان يتحدوا هما الاثنين تاني مع بعضهم ويقدروا ان هما يهزموا مايكي ويقضوا عليه زي ما قضوا على اخوه شينيتشيرو. وبيتصدم تيكيميتشي بعد ما بيعرف الحقيقه كلها، وبيعرف تيكيميتشي ان مفيش فايده في ان هو يقنع باجي في انه يرجع لعصابه تومان لان باجي اصلا كان مخطط انه يسيب عصابه تومان من سنتين كاملين. وبيرجع بعد كده تيكيميتشي لبيته وبيفضل يفكر طول الليل هو هيعمل ايه، ولكن ما بيكونش في حل يعمله لان مفيش اي حاجه في صالحه. وتاني يوم وتيكيميتشي رايح للمدرسه في احد الاشخاص بينادي على تيكيميتشي وبيقول له ان هو عايزه في موضوع، وبيحاول تيكيميتشي انه يتجاهل الشخص دوت ويكمل طريقه، ولكن الشخص دوت بيعرف في نفسه وبيقول ان هو تشوفيا نائب القائد بتاع الفرقه الاولى. وبيقعد تيكيميتشي مع تشوفيا وبيبدا تشوفيا ان هو يتكلم مع تيكيميتشي ويقول له رغم ان هو النائب بتاع قائد الفرقه الاولى اللي هو باجي الا ان باجي يعتبر بالنسبه ليه اعز من الصديق، وان باجي ما سابش عصابه تومان وانضم لعصابه في الهلال عشان يقدر ان هو ينضم لكازاتورا، انما هو انضم بس لعصابه في الهلال عشان حاجه ثانيه، وان الحاجه الثانيه اللي انضم عشانها باجي لعصابه في الهلال هو انه يفضح كيساكي تنتا على حقيقته. وبيستغرب تيكيميتشي وبيكون مش فاهم اي حاجه، فبيبدا تشوفيا ان هو يفهم تيكيميتشي كل حاجه، وبيقول تشوفيا لتيكيميتشي ان باجي شاكك ان كيساكي هو القائد بتاع عصابه في الهلال لان احنا زي ما عارفين في الهلال ملهاش قائد.
ابيض. وغير كده كمان باجي قدر انه يعرف بعض المعلومات المهمه عن كيساكي، وعرف كمان ان كيساكي شخص خطير وما ينفعش ان هو ينضم لتومان، ولكن مش معاه اي دليل. وعلشان كده باجي انضم لعصابه في الهلال اللي هو بيشك ان كيساكي هو القائد بتاعها عشان يقدر انه يفضح كيساكي على حقيقته. وبيقول تشوفي التيكيميتشي ان هو عايز يساعد باجي في انه يكشف حقيقه كيساكي تنتا، لان باجي مش هيقدر يعمل كده لوحده. وبيطلب تشوفي من تيكيميتشي ان هو يساعده في انهم يلاقوا معلومات عن كيساكي عشان يقدروا ان هم يفضحوه. فبيستغرب تيكيميتشي وبيقول تشوفي هو ليه طلب مساعدته رغم ان في اشخاص كتير جدا كان ممكن يطلب مساعدتهم. فبيقول تشوفي التيكيميتشي ان هو شافه في الاجتماع اللي فات وهو بيضرب كيساكي بعد ما اتعين قائد الفرقه الثالثه، وده معناه ان هو بيكره كيساكي وان اكيد عايز يفضحه زي ما هو عايز يفضحه هو كمان. فبيقول تيكيميتشي لتشوفيا ان هو ايوه بيكره كيساكي وعايز يطرده من عصابه تومان، ولكن الهدف بتاعه ان هو يوصل لقمه تومان عشان يقدر انه يبقى واحد من رؤسائها. فبيقول تشوفيا لتيكيميتشي ان هو هيساعده في انه يوصل لقمه تومان في مقابل ان هو يساعده في انه يفضح كيساكي تنتا، وكمان يقدروا انهم يرجعوا باجي للعصابه. فبيفرح تيكيميتشي من العرض بتاع تشوفيا وبيوافق عليه، وبيوافق ان هما الاثنين يساعدوا بعضهم عشان يوصل كل واحد منهم للهدف بتاعه. وبيبدا تشوفيا وتيكيميتشي انهم يبحثوا في امر كيساكي، واول شخص بيروحوا له عشان يقدروا انهم يعرفوا منه معلومات عن كيساكي هو اوساناي قائد عصابه ميبيوس السابق. وبيسال تشوفيا وتيكيميتشي اوساناي عن كيساكي تنتا وهي ايه نوايا بالظبط. فبيتكلم اوساناي عن كيساكي وبيقول على اول مره شافه فيها، وان اول مره شاف فيها اوساناي كيساكي كان مفتكر اوساناي ان كيساكي مجرد طفل ممل، ولكن بعد ما تعاون اوساناي مع كيساكي بدا كيساكي انه يودي اوساناي في حته تانية وخلاه يوصل للقمه بكل سهوله، وخلاه كمان يبقى عنده عصابه واللي هي عصابه ميبيوس اللي احنا عارفينها. وفضل كيساكي يساعد اوساناي ووصله للقمه اكتر واكتر، لدرجه ان في خلال سنه واحده بس بقى اوساناي قائد مدينه شينجوكو واللي تعتبر مدينه العصابات في طوكيو. ولكن رغم كل اللي عمله كيساكي دوت عشان اوساناي، اتضح بعد كده ان اوساناي هو مجرد عتبه كيساكي هيعدي عليها عشان يوصل لهدفه. وبدا كيساكي انه ينفذ المخطط بتاعه الحقيقي وخلى عصابه ميبيوس تعتدي على باتشان قائد الفرقه الثالثه بالضرب، ودوت اللي خلى عصابه تومان تتقاتل ضد عصابه ميبيوس. وان بعد ما نجح كيساكي في الخطه بتاعته في انه يخلي باتشان يدخل للسجن بعد ما طعن اوساناي، استغنى كيساكي عن خدمات اوساناي وقال له ان هو مش محتاجه. وبعدها راح كيساكي المايك وبدا ان هو يحاول انه يقرب منه ويقول له ان هو معاه خطه يقدر يخرج بيها باتشان من السجن. وبدا كيساكي ان هو يقرب من مايكي اكتر واكتر، وفي نفس الوقت اللي بيكون كيساكي بيقرب فيه من مايكي كان برضك بيعمل خلافات داخليه جوه عصابه تومان عشان يقدر انه يخلص على دراجون. وان بعدها بدا كيساكي انه ينزل الورقه بتاعته الثانيه الرابحه واللي هو هينما تشوجي واللي هيساعده في ان هو يقاتل تومان. وفعلا قدر كيساكي بعد كده ان هو يعمل المعركه اللي هي معركه مهرجان ميتسوشي واللي كان مفروض ان دراجون يموت فيها، ولكن دراجون ما ماتش بسبب ان تيكيميتشي طبعا انقذه. ولان خطه كيساكي فشلت في قتل دراجون، لجا كيساكي للخطه اللي بعدها وان هو ينضم لعصابه تومان تحت الفرقه الثالثه بدل باتشان اللي هو حبسه في السجن. وبما ان خلاص كيساكي انضم لعصابه تومان، فهدفه دلوقتي ان هو يكسب ثقه مايكي اكتر واكتر، وكمان في نفس الوقت يتخلص من دراجون عشان يقدر ان هو ياخد مكانه ويقدر انه يستولي على عصابه تومان. وبتصدم تيكيميتشي وتشوفيا بعد ما بيسمعوا الكلام دوت كله من اوساناي، وبيقول تشوفيا لاوساناي ان هو المفروض انه يفضح كيساكي بعد ما عرف كل المعلومات ديت عنه. فبيقول اوساناي لتشوفيا ان هو خلاص ما بقاش عايز يتعامل مع كيساكي خالص، ولا عايز انه يقرب من كيساكي، لان كيساكي مش شخص سهل ابدا، وان كيساكي مش بيستخدم القوه عشان يقدر انه يوصل للقمه، انما هو بيستخدم العقل عشان يقدر انه يوصل للي هو عايزه. وان كيساكي شخص ذكي جدا وكمان حريص جدا، لدرجه ان هو بيقدر انه يقتل الشخص من غير ما يلطخ ايده بنقطه دم واحده بس. وبيخرج بعد كده تيكيميتشي وتشوفيا من عند اوساناي بعد ما عرفوا كل المعلومات ديت عن كيساكي، وبيتكلم تشوفيا مع تيكيميتشي وبيقول له ان هو وصل لاستنتاج كبير جدا. وبيتكلم تشوفيا وبيقول ان الاستنتاج اللي هو وصل له هو ان اكيد كيساكي تنتا هو قائد عصابه في الهلال اللي محدش يعرفه، وان كيساكي اكيد عايز عصابه في الهلال تتقاتل مع عصابه تومان عشان هدف معين، ولكن هو ما يعرفش هو ايه الهدف دوت. ولان تيكيميتشي مش عارف هو ايه الهدف بتاع كيساكي جاي، وكمان مش عارف اذا كان كيساكي هو قائد عصابه في الهلال ولا لا، بيقرر تيكيميتشي انه يرجع للمستقبل عشان يسال دراجون عن كل حاجه حصلت في الماضي. وفعلا بيرجع تيكيميتشي للمستقبل وبيروح هو وناتو وبيقابله دراجون في السجن مره ثانيه. واول ما بيشوف دراجون تيكيميتشي بيقول له هو ايه اللي بيعمله هنا، وان هو قال له انه يهرب من طوكيو لان كيساكي حتما هيقتله. ولكن تيكيميتشي ما بيهتمش بكلام دراجون وبيبدا ان هو يتكلم معاه وبيساله عن المعركه اللي حصلت بين عصابه تومان وعصابه في الهلال، وبيساله اذا كان فعلا كيساكي تنتا هو قائد
قائد عصابة في الهلال. فبيتكلم دراجون وهو بيقول لتيكيميتشي ان مش كيساكي هو قائد عصابة في الهلال وان قائد عصابة في الهلال هو مايكي. فبيستغرب تيكيميتشي وبيسأل دراجون وبيقول له ان المفروض اصلا مايكي يكون قائد عصابة تومن وازاي هو قائد عصابة في الهلال. فبيبدأ دراجون ان هو يتكلم ويحكي لتيكيميتشي على كل حاجة ويحكي له هو ازاي بقى مايكي قائد عصابة في الهلال. وبيقول دراجون ان في يوم 31 اكتوبر في يوم المعركة اللي هتحصل بين في الهلال وتومن عصابة تومن هتتهزم وعصابة في الهلال هي اللي هتنتصر على تومن في المعركة. وان ديت هتكون اول مرة فيها عصابة تومن تتهزم قدام اي عصابة تدخل فيها قتال وان في الوقت دوت عصابة في الهلال هتسيطر على عصابة تومن وهيبقى مايك هو القائد بتاعهم. فبيستغرب تيكيميتشي اكتر وبيقول لدراجون هو ازاي عصابة تومن هتتهزم وان مايك مفروض شخص قوي جدا وما بيقدرش اي حد انه يهزمه. فبيكمل دراجون كلامه وبيقول ان هما خسروا في المعركة قدام عصابة في الهلال بسبب مايكي لان مايكي في اليوم دوت هيقتل كازاتورا لان كازاتورا في اليوم دوت بردك هيقتل باجي. وبيتصدم تيكيميتشي وبيكون مش فاهم اي حاجة وبيكون مش مصدق ان كازاتورا هيقتل باجي وان كمان مايكي هيقتل كازاتورا. وبيكمل دراجون كلامه وبيقول ان بسبب ان كازاتورا هيقتل باجي مايكي هيتعصب جدا وهيتحول لشخص تاني وهيقتل كازاتورا في اليوم دوت ولكن رغم ان هو هيقتل كازاتورا الا ان هو مش هيتسلم للشرطة ومش هيتقبض عليه ودوت بسبب ان كيساكي هيكون محضر شخص بديل يتحبس بدل مايكي ويشيل الليلة كلها. وان بعد المعركة ديت سيطرت عصابة في الهلال على عصابة تومن وبقوا كلهم تحت اسم واحد وهو عصابة تومن واللي بيديرها هو مايكي والنائب بتاعه هو كيساكي اللي قدروا ان يكسب ثقة مايكي. وان بسبب ان كيساكي كان هو المتحكم في كل حاجة اتحولت عصابة تومن من عصابة عادية الى منظمة اجرامية. وبيتصدم تيكيميتشي وبيكون مش مستوعب اي كلام من اللي قاله دراجون وبيكون مش فاهم اي حاجة ومش مصدق ان مايكي هيقتل كازاتورا في المعركة ديت. فبيتكلم دراجون مع تيكيميتشي وبيقول له ان هو لازم يتقبل كل حاجة وان كل حاجة حصلت قدام عينيه وان هو شاف كل دوت بعينيه. وبيتصدم تيكيميتشي اكتر بعد ما بيعرف ان هو كان موجود هو كمان في المعركة ديت وبتبدأ ذكريات تظهر في دماغ تيكيميتشي وبيشوف فيها كل اللي حصل في المعركة ديت وان كازاتورا وباجي فعلا ماتوا. وبتنتهي بعد كده الزيارة وبيخرج تيكيميتشي وناتو وبيرجعوا هما الاتنين للبيت. وبيفضل تيكيميتشي وناتو يفكروا هما يعملوا ايه وبيتكلم تيكيميتشي وبيقول انهم لازم يمنعوا باجي ان هو يموت ويمنعوا ان كازاتورا يقتل باجي لان لو كازاتورا ما قتلش باجي كده مايكي مش هيقتل كازاتورا وبكده خطة كيساكي هتفشل ومش هيقدر ان هو يسيطر على العصابة. وبيقول ناتو لتيكيميتشي ان ديت خطة كويسة وان هو لازم ينقذ باجي زي ما انقذ دراجون قبل كده. وبيسلم بعد كده تيكيميتشي على ناتو وبيرجع تيكيميتشي للماضي يوم 30 اكتوبر اليوم اللي قبل المعركة اللي هيموت فيها باجي. وبيروح تيكيميتشي مع تشوفي عشان يحاولوا انهم يقنعوا باجي للمرة الاخيرة ان هو يرجع لعصابة تومان مرة تانية ولكن باجي بيرفض وبيقول لهم ان هو دلوقتي بقى عدو عصابة تومان وان هو دلوقتي بقى واحد من عصابة في الهلال. ولان تيكيميتشي عارف ان باجي بيحاول ان هو يفضح كيساكي ولكن مش راضي يقول لهم بيقول تيكيميتشي لباجي ان مهما حصل ومهما كان الحاجة اللي بيخطط ليها اوعى ابدا ان هو يموت لان مايكي هيزعل جدا على موته. وبيستغرب باجي جدا من كلام تيكيميتشي ولكن ما بيهتمش وبيمشي من المكان. وبيروح بعد كده تيكيميتشي لمايكي وبيقول له على كل حاجة وبيقول له ان هو اسف لان هو ما قدرش انه يرجع باجي لعصابة تومان مرة تانية وان هو فشل في انه يوفي بالوعد بتاعه. فبيقول مايكي لتيكيميتشي انه ما يشيلش هم وان الخطأ مش خطأه وان هي ديت الارادة بتاعت باجي وان هم خلاص حسموا امرهم ولازم ان هم يتقاتلوا ضد باجي في عصابة في الهلال. وفي نفس اليوم بالليل بيبدأ الاجتماع بتاع عصابة تومان. الاجتماع اللي هتتشاور فيه عصابة تومان هو ايه اللي هيحصل في المعركة اللي هتحصل بكرة بين عصابة في الهلال وعصابة تومان. وبيقف مايكي قدام كل افراد عصابة تومان وبيقول لهم ان هم بكرة هيتقاتلوا ضد عصابة في الهلال وهيسحقوا عصابة في الهلال وهيخلصوا عليها. ولكن المعركة هتكون مختلفة عن المعارك اللي هم دخلوها لان المعركة ديت هيتقاتلوا ضد واحد من اصدقائه واللي هو باجي واللي موجود في عصابة في الهلال. ولكن مايكي بيغير كلامه وبيقول ان هم بكرة مش هيتقاتلوا ضد باجي انما هم بس هيتقاتلوا ضد عصابة في الهلال وهينتصروا على عصابة في الهلال وبعدها هيرجعوا باجي لعصابة تومان مرة تانية. وبيفرح كل افراد تومان لان مايكي مش هيتقاتل ضد باجي صديقه وكمان هيرجع باجي للعصابة مرة تانية وبيبدأوا كلهم انهم يهتفوا باسم تومان. وبينتهي بعد كده الاجتماع وبيجي اليوم الموعود يوم 31 اكتوبر اليوم اللي هتبدأ فيه المعركة بين عصابة تومان وعصابة في الهلال. وبتوصل عصابة تومان وعصابة في الهلال للمكان اللي هيتقاتلوا فيه وبيقفوا العصابتين قدام بعضيهم. وبيقف كازاتورا ودراجون ضد بعضيهم وبيكون في شخص بيقول لهم ان هو الحكم بتاع المعركة ديت وان هو جه هنا عشان يحكم في المعركة ديت. وبيسأل الحكم كازاتورا ودراجون عن المعركة وعايزين المعركة ديت تمشي ازاي وعايزينها تمشي 5 ضد 5 ولا عايزينها تبقى معركة شاملة من كل الاتجاهات.
الاتجاهات، فبيتعصب كازاتورا جدا وبيضرب الشخص اللي بيقول ان هو الحكم، وبيقول كازاتورا ان هم جاهم للمكان دوت عشان يسحقوا عصابة تومان ومش جايين هنا عشان يلعبوا لعبة الاطفال. فبيتضايق مايكي جدا لان هو كان طالب من الشخص دوت ان هو يمثل الحكم في المعركة ديت عشان محدش يموت، وبيزعق مايكي في عصابة تومان وبيقول لهم ان دلوقتي حال وقت المعركة، وبتبدأ عصابة تومان انها تتحرك ناحية عصابة في الهلال، وبتبدأ عصابة في الهلال انها تتحرك ناحية عصابة تومان. بعد وصول عصابة تومان وعصابة في الهلال للمكان، بدأت المعركة الأسطورية بين تومان وفي الهلال، وبدأت القتالات تشتعل في كل مكان. وفي بداية المعركة حاول كازاتورا انه يهاجم مايكي، ولكن دراجون بيتصدر الضربة بتاعت كازاتورا وبيقول له انت قدامك مليون سنة عشان تحاول ان انت بس تلمس مايكي. ولكن هينما بيجي وبيضرب دراجون وبيبعده بعيد كازاتورا، وبيقول هينما لدراجون انا هو خصمك، اما كازاتورا فهو خصم مايكي. وبيتعصب دراجون جدا وبيستعد من اجل مواجهة هينما. وفي نفس الوقت بتكون القتالات مشتعلة في كل مكان، ما عدا طبعا تيكيميتشي اللي عمال يتضرب من اي حد وعمال يتمسح بوشه التراب. وبيتعصب متسويا جدا على تيكيميتشي وبيقول له ان هو يبطل الخوف اللي جواه دوت، ولازم يطلع كل الطاقة اللي جواه لان هما دلوقتي في معركة، وان هو ممكن يموت او ممكن يعيش. وفعلا بيسمع تيكيميتشي كلام متسويا وبيفهم ان هو لو مات في الماضي مش هيقدر انه يغير اي حاجة في المستقبل، لان هو كده كده هيكون ميت، وعشان كده لازم انه يقاتل بكل قوته من اجل النجاة في تلك المعركة. وبيبدأ تيكيميتشي فعلا القتال، وبيبدأ تشوفي ان هو يقدم له الدعم ويحمي ظهره من اجل الوصول الى باجي وحمايته في تلك المعركة. وفي نفس الوقت بيكون دراجون بيتقاتل مع هينما قتال قوي جدا، ولكن دراجون هو اللي ليه الافضلية، وكمان كل اعضاء تومان وكل افراد تومان عمالين يقاتلوا بكل قوتهم اعضاء عصابة في الهلال. ولكن بعد مرور بعض الوقت في المعركة بدأت عصابة في الهلال تتفوق على عصابة تومان، وبدأ اعضاء عصابة تومان بينهم يتهزموا، ودوت بسبب ان عصابة في الهلال عددها اكبر من عصابة تومان. وغير كده كمان عصابة في الهلال اعضاها اكبر جدا وكمان اقوياء جدا واقوى من اعضاء عصابة تومان. وفعلا بدأ عدد كبير جدا من افراد عصابة تومان انهم يتهزموا، وبدأت عصابة في الهلال تتفوق في المعركة. ولكن هل معنى كده ان عصابة تومان خلاص اتهزمت؟ طبعا لا، دراجون بيقف قدام كل الاشخاص اللي استسلموا ووقعوا على الارض من عصابة تومان بسبب الاصابات وبيقول لهم انا هفضل احميكم لحد نهاية المعركة. دراجون بيضحي بنفسه وبيحمي كل الاشخاص اللي اتصابوا دوت عشان ما يخليش اي حد فيهم يموت. هي ديت فعلا معنى الارادة القوية، هي ديت فعلا شجاعة دراجون. ولكن قبل ما تبدأ المعركة بين دراجون واعضاء عصابة في الهلال بيصرخ تيكيميتشي على صوته وبيقول ان هو مش هيستسلم مهما حصل. تيكيميتشي بيجري في كل مكان وهو عمال يقول ان هو مش هيخلي حد يموت، هو لازم ينقذ الجميع ولازم انه يغير كل دوت. كلمات تيكيميتشي المؤثرة اثرت في كل الاشخاص اللي كانوا واقعين على الارض، كل افراد تومان بيقفوا مرة تانية وبيقول ان هم مش هيستسلموا هم كمان، هيفضلوا يقاتلوا لحد ما يموتوا كلهم. دراجون بيفرح جدا لان كل افراد تومان وقفوا على رجلهم مرة تانية واستعدوا للقتال مرة تانية، وبيستعد دراجون هو كمان وبيتحرك هو كل افراد عصابة تومان من اجل الدخول الى المعركة مرة تانية. دراجون بيجري ناحية اعضاء عصابة في الهلال وهو كل حماسه وبيبدا انه يقاتل فيهم. دراجون بضربات وضربات بيقدر انه يوقع العشرات والعشرات من اعضاء عصابة في الهلال في اقل من ثانية. مفيش اي حد من عصابة في الهلال قادر انه يقف قدام دراجون. دراجون عمال يقاتل بكل قوته، وبسبب قتاله بتتغير نتيجة المعركة نهائيا، وبتروح النتيجة كلها لصالح عصابة تومان. هي ديت بقى القوة الاسطورية للرجل رقم 2 في عصابة تومان، هي ديت القوة بتاعت تنين تومان دراجون. وفي مكان تاني وفي جزء تاني من المعركة بيقدر كازاتورا انه يستدعي مايكي المكان ما يقدرش فيه مايكي يستخدم ضربته القاضية، وطبعا ضربة مايكي القاضية هي رجله، ولكن طبعا بما ان مايكي واقف على ارضية مش ثابتة فمش هيقدر انه يستخدم رجله ولا يقدر انه يستخدم الضربة بتاعته القاضية، ودوت طبعا من تخطيط كازاتورا عشان يقدر انه يهزم مايكي. وبينضم لكازاتورا اتنين من عصابة في الهلال عشان يقدروا انهم يهزموا مايكي كلهم، وبيبدأ الاتنين اللي من عصابة في الهلال انهم يهاجموا مايكي، وبيكون مايكي مش قادر انه يتصدى ضرباتهم ودوت بسبب انه مش واقف على ارضية ثابتة. وبيهجم الاتنين اللي مع كازاتورا على مايكي وبيقدروا انهم يقيدوه، وبعدها بيتحرك كازاتورا ناحية مايكي وبيضربوا ضربة قوية جدا على دماغه بتخليه يقع على الارض. تيكيميتشي ودراجون وكل الاشخاص اللي موجودين بيتصدموا اول ما بيشوفوا مايكي بيقع على الارض على ايد كازاتورا، بيفتكروا كلهم ان خلاص مايكي اتهزم، ولكن مايكي بيفاجئهم كلهم وبيقف مره تانية على رجله. وبيتكلم مايكي وبيسال كازاتورا سؤال واحد بس، هل انا عدوك ولا صديقك؟ كازاتورا ما بيردش على سؤال مايكي وبيفضل يضرب في مايكي ضرب قوي جدا، ضرب ورا ضرب لحد ما مايكي بينزف من كل حته في جسمه ومش راضي يعمل اي رده فعل ومش راضي انه يدافع عن نفسه. كازاتورا بيكمل ضرب في مايكي وهو عمال يقول انا هقتلك يا مايكي، هقتلك عشان ابقى انا البطل، هقتلك عشان انت عدوي.
مايكي بيتجنن اول ما بيسمع الكلام دوت من كازاتورا، وبيقول مايكي انا فهمت كل حاجة، فهمت هو انت ليه قتلت اخويا، انت قتلت اخويا علشان انا عدوك صح؟ كازاتورا مش فاهم اي حاجة، ولكن مايكي بينفجر غضب. بيقدر مايكي في اقل من ثانية انه يفك ايدي من الاشخاص اللي رابطينه، وفي اقل من ثانية بيقدر انه يهزم كازاتورا وكمان الاتنين اللي معاه. كل الموجودين مصدومين من قوة مايكي وانه قدروا نهزم ثلاثة بس في ضربة واحدة. ايوة هي ديت قوة قائد تومان مايكي. ولكن رغم ان مايكي قدر انه يهزم كازاتورا، الا ان مايكي هو كمان بيقع على الارض وضعه بسبب انه نزف دم كتير جدا، وبسبب كده بيستغل عدد كبير جدا من اعضاء عصابة فالهلال ان مايكي وقع على الارض، وبيحاولوا كلهم ان هم يهاجموا مايكي ويقضوا عليه وهو مش قادر يتحرك. دراجون وميتسويا وكل اعضاء عصابة تومان بيتصدموا وبيحاولوا انهم يقربوا من مايكي عشان ينقذوه، ولكن كل اعضاء عصابة فالهلال مش مدينهم اي فرصة في انهم يقربوا من مايكي. افراد عصابة فالهلال خلاص بيقربوا من مايكي وعلى وشك ان هم يقتلوه، ولكن بيظهر كيساكي وبيدافع عن مايكي قدام كل الموجودين، وبيصرخ كيساكي بعلى صوته وبيقول انا هو كيساكي تنتا قائد الفرقة التالتة لعصابة تومان، انا هدافع عن القائد بتاعي لحد نهاية المعركة. وبيتحرك كمان افراد من عصابة تومان وبيقفوا كلهم حوالين كيساكي واللي هم اتباع اصلا كيساكي، وبيقولوا ان هم كمان هيحموا مايكي لحد نهاية المعركة. تيكيميتشي بيتصدم اول ما بيشوف كيساكي وهو بيدافع عن مايكي، ولكن على عكس تيكيميتشي كل افراد تومان كلهم بيحيوا كيساكي وبيقولوا ان هم بيعتمدوا عليه في حماية مايكي. وفي تلك اللحظة بيفهم تيكيميتشي كل حاجة، بيفهم ان في حالة عصابة تومان اتهزمت او انتصرت في المعركة ديت، فكيساكي هو الوحيد اللي هيكون كسبان في المعركة ديت، لان لو في حالة ان عصابة تومان اتهزمت وعصابة فالهلال سيطرت على تومان، كيساكي هيكون المنتصر، لان كيساكي اصلا هو قائد عصابة فالهلال اللي محدش يعرفه. وكمان في حالة ان عصابة تومان اصلا انتصرت، فكده برضه كيساكي هو اللي هيكون الكسبان، لان هو هيقدر انه يكسب ثقة مايكي وكمان كل قواد العصابة في المعركة ديت. يعني في تلك الحالتين خسارة او فوز لعصابة تومان، كيساكي هو الوحيد اللي كسبان في المعركة ديت. تيكيميتشي واقف مصدوم من تخطيط كيساكي المحكم ومش عارف يعمل ايه، انما بقى كيساكي واقف مبسوط على الاخر لان كل خطته بتمشي زي ما هو عايز. كيساكي من كتر ما هو مبسوط مش بياخد باله من اللي جاي وراه. باجي بيجي ورا كيساكي وبيديله احسن تخفيل على دماغه بيخليه يقع على الارض. كيساكي بيقوم مرة تانية وهو متعصب جدا لان باجي قدر ان هو يضربه، وبيأمر كيساكي كل اتباعه اللي موجودين في عصابة تومان بانهم يقتلوا باجي مهما حصل. باجي بيتحمس وبيستعد عشان يواجه كيساكي واتباعه، ولكن تشوفيا بيقف قدامه وبيقول تشوفيا لباجي ان هو يبطل اللي بيعمله دوت، لو هاجم كيساكي دلوقتي فهو يعتبر خاين لعصابة تومان ومش هيقدر انه يرجع لعصابة تومان مهما حصل، لازم يوقف الخطة ديت وبعد كده يفكر في خطة تانية لهزيمة كيساكي. ولكن باجي طبعا ما بيهتمش لكلام تشوفيا وبيضربه ضربة وبيوقعه على الارض وبيقول له بعد بعد طريق اللي هقتلك. ولسه باجي هيتحرك عشان يهاجم كيساكي، بيجي تيكيميتشي هو كمان وبيمسك باجي وبيمنعه من الحركة. تيكيميتشي بيفضل ماسك باجي ويقول له ان هو ما يتحركش من هنا لان كيساكي حتما هيقتله. كيساكي بيخطط لخطة كبيرة عشان يقتله وان هو مش عايزه يموت. باجي مش فاهم اي حاجة من كلام تيكيميتشي وعمال يقول له ابعد عني انت كمان لحسن اقتلك زي ما هقتل كيساكي تماما. تيكيميتشي بيفضل ماسك باجي لحد ما بيفتكر اللي هيحصل في المستقبل. تيكيميتشي بيفتكر كل حاجة، بيفتكر ان اصلا اللي هيقتل باجي مش كيساكي انما كازاتورا هو اللي هيقتله. ولسه تيكيميتشي هيدور على كازاتورا، بيظهر كازاتورا من ورا باجي وبيتعانوا باحد السكاكين في ظهره. تيكيميتشي بيتصدم وبيضرب كازاتورا وبيبعده بعد باجي. بيبص تيكيميتشي بسرعه ناحيه باجي وبيفتكر ان باجي مات، ولكن بيلاقي ان باجي واقف على رجله وما حصلوش اي حاجه. وبيتكلم باجي مع تيكيميتشي وبيقوله هو انت مفكرني ايه بالظبط؟ هو انت مفكر الطعنه الصغيره ديت هتاثر فيا؟ انا اقوى بكتير من كده. تيكيميتشي بينزل جدا من قوه باجي وبيفرح كمان لان هو لسه عايش، وبيستجمع بعد كده باجي كل قوته وبينطلق بكل سرعته ناحيه كيساكي واتباعه من اجل هزيمه كيساكي والتخلص منه. وفي اقل من دقيقه بيقدر باجي انه يقضي على 50 فرد من اتباع كيساكي، وبيقدر انه يوصل لكيساكي وبيحط الحديد على رقبته، ولكن فجاه بيبدا باجي انه ينزف دم من بقه وبيبدا انه يفقد التوازن بتاعه. ايوه الطعنه اللي طعنها له كازاتورا ما كانتش طعنه سهله ابدا. باجي بيفضل ينزف دم لحد ما بيقع قدام كيساكي، بيقع وهو خلاص كان على وشك انه ينفذ الخطه بتاعته ويقتل كيساكي ويخلص العالم من شره. تيكيميتشي وكل الموجودين بيتصدموا، ده هم اصلا داخلين المعركه ديت بس عشان يرجعوا باجي، ولكن باجي بيموت قدام عينيهم. مايكي هو كمان بيقف على رجله وبيكون متعصب جدا بعد ما شاف باجي وهو بيقع قدامه على الارض. وبيتحرك مايكي ناحيه افراد العصابه وبيقول لهم ان المعركه خلاص انتهت وان عصابه تومان هي اللي انتصرت في القتال. هينما بيستغرب جدا وبيقول لمايكي المعركه لسه ما انتهتش والقتال كمان لسه شغال، ولكن مايكي بيضرب هينما ضربه قويه جدا وبيلزقه في الارض وبيقول له اما اقول ان المعركه انتهت تبقى خلاص المعركه انتهت.
وبيتصدم كل افراد عصابه فلهلال اول ما بيشوفوا هنما بيقعوا على الارض من ضربه واحده، وبيهربوا كلهم من المكان وبيتسحبوا من المعركه. وبيتحرك بعد كده مايكي ناحيه كازاتورا وبيقول له انا هقتلك زي ما قتلت باجي، وبيبدا مايكي يضرب في كازاتورا ضرب قوي جدا. تيكي ميتشي بيتصدم وبيعرف ان كل اللي حصل في المستقبل هيحصل زي ما هو، وان هو ما قدرش انه يغير المستقبل. ولكن يا ترى هو ايه اللي حصل اصلا خلى كازاتورا يقتل باجي رغم ان باجي كان واقف في صف كازاتورا؟ وبنرجع فلاش باك كده وبنشوف ان هنما اتصل بكازاتورا وقال له انه يقتل باجي وسط المعركه، وكمان بنشوف ان كيساكي هو اللي قال لهنما ان هو اللي يقتل باجي وسط المعركه، يعني اصلا كل دوت من تخطيط كيساكي. وطبعا كيساكي عمل كل دوت عشان يقتل باجي لان باجي اكتشف كل حاجه عنه وعرف السر بتاعه وعرف هو بيخطط لايه بالظبط. وبيفضل مايكي يكمل في ضرب كازاتورا لحد ما باجي بيقف مره ثانيه على رجله وهو مش قادر يتحرك، وبيطلع باجي من جيبه سكينه وبيتعب بيها نفسه وبيقول انا اللي قتلت نفسي وان محدش قتلني. باجي بيقع على الارض بعد ما طعن نفسه وبدا انه يموت وبدا خلاص انه يطلع في الروح، وبيتصدم تشوفيه وبيجري ناحيه باجي وبيمسكه وبيقول له هو ليه عمل كده وليه طعن نفسه مره ثانيه. فبيتكلم باجي وبيقول ان انا عملت كده بس عشان حاجه واحده بس، عشان ما يخليش كازاتورا يشيل اللوم ان هو قتلني، وكمان عشان ما يخليش مايكي يقتل كازاتورا. وبيتكلم باجي باخر نفس في حياته وبيقول ان كيساكي هو العدو الحقيقي وان انا بعهد ليك يا تيكيميتشي بحمايه تومان وبحمايه مايكي. وبيموت بعد كده باجي في لحظه مؤثره جدا. تيكي ميتشي وتشوفيا بيبداوا ان هم يعيطوا على موت باجي، ولكن مايكي هو الوحيد اللي ما بيعيطش وبيروح ناحيه كازاتورا وبيكمل ضرب فيه بكل غل. وبيفضل مايكي يضرب كازاتورا ضربات ورا ضربات لحد ما تيكي ميتشي بيقف قدام مايكي، ولكن مايكي ما بيفرقش بين اي حد دلوقتي وبيضرب تيكي ميتشي وبيبعد وبعد طريقه. تيكي ميتشي بيصرخ بقى على صوته وبيقول لمايكي انه يوقف اللي بيعمله. باجي قتل نفسه وطعن نفسه ودوت بس عشان ما يخلوش يقتل كازاتورا، وكمان عشان ما يخليش كازاتورا ياخد اللوم ان هو اللي قتله. باجي ضحى بنفسه عشانهم وعشان عصابه وان هم لازم يحترموه ولازم ما يتقتلوش بعد ما هو مات. ولكن رغم كلام تيكيميتشي الا ان مايكي ما بيهتمش وبيضرب تيكيميتشي وبيوقعه على الارض. تيكيميتشي واثناء ما هو بيقع بتقع منه الصوره اللي موجود فيها الافراد المؤسسين لعصابه تومان. مايكي اول ما بيشوف التميمه اللي وقعت على الارض واللي موجود معاها الصوره بيقرب منها وبيمسكها وبيكون مذهول جدا. وبيبدا مايكي انه يفتكر الماضي بتاعه، بيبدا مايكي يفتكر اول مره اسسه فيها عصابه تومان، وان الشخص الحقيقي اللي اسس عصابه تومان مش هو مايكي انما هو باجي، وان في الوقت دوت الاعضاء السته كلهم اخذوا وعد بين بعضهم انهم هيخلوا عصابه تومان ديت تبقى اكبر عصابه في طوكيو، ولكن من غير ما يقتلوا اي حد لانهم مش مجرمين. مايكي بعد ما بيفتكر كل الكلام دوت وبيفتكر الوعود اللي اخدها هو وباجي وافراد العصابه بيقرر ان هو مش هيقتل كازاتورا دوت احتراما لاراده باجي. وبيسمع بعد كده كل الموجودين صوت صفارات الشرطه اللي جايين للمكان، وبيقوم بعد كده مايكي وبيقول ان هو خلاص كل حاجه انتهت وبيستعد عشان يمشي من المكان هو وافراد العصابه بتاعته. ولكن كازاتورا بيقف قدام مايكي وبيقول له ان هو اسف على كل حاجه، اسف لانهم وصلوهم للمرحله ديت، وان هو هيكفر عن كل ذنب وهيستحمل كامل المسؤوليه ويدخل السجن مرة تانية. ولكن مايكي ما بيردش على كازاتورا وبيمشي من المكان وبيمشي معاه كل افراد عصابة تومان. وبكده بتكون المعركة الاسطورية بين عصابة فلهلال وعصابة تومان خلاص انتهت. المعركة اللي اتقاتل فيها 150 فرد من عصابة تومان ضد 300 فرد من عصابة فلهلال، وعصابة تومان انتصرت في المعركة، وكمان تضحية قائد الفرقة الاولى باجي في المعركة ديت، وكمان اعتقال كازاتورا. معركة مؤلمة جدا لعصابة تومان ولكن انتهت بانتصارها في النهاية. وبتمر بعد كده الايام والاسابيع لحد ما بيجي يوم 15/11/2005، اليوم اللي هيتعمل فيه اجتماع عصابة تومان اللي بعد المعركة. وبيبدأ الاجتماع وبيطلع مايكي على المنصة وبيبدأ انه يتكلم ويقول عن كل الاضرار اللي حصلت لعصابة تومان في المعركة ديت، وان عصابة تومان خسرت خسائر كبيرة جدا، ولكن رغم انهم خسروا حاجات الا انهم كسبوا حاجات، وعصابة تومان قدرت انها تستولي على عصابة في الهلال، وبقت عصابة في الهلال كلها تحت ادارة عصابة تومان وتحديدا تحت ادارة قائد الفرقة التالتة. يعني باختصار هنما وكل عصابة في الهلال بقوا كلهم دلوقتي تحت ادارة كيساكي في الفرقة التالتة في عصابة تومان. تيكي ميتشي طبعا بيتصدم اول ما بيشوف ان هنما انضم لعصابة تومان، ودوت اللي بيفسر هو هنما ليه كان موجود في المكان اللي حصلت فيه الحادثة بتاعت هيناتا. وبيكمل مايكي كلامه وبيقول ان عصابة تومان دلوقتي بقت متكونة من 450 فرد وانها بقت عصابة كبيرة. وبيكمل مايكي كلامه وبيقول ان هما في المعركة الأخيرة خسروا خسائر كبيرة جدا، والخسارة الكبيرة كانت هي باجي قائد الفرقة الأولى، وعلشان كده في الاجتماع دوت
هيحددوا قائد الفرقه الاولى الجديد لعصابه تومان. وبيطلع تشوف يا قائد الفرقه الاولى على المنصه وبيكمل كلام مايكل وبيقول ان هو دلوقتي هيحدد هو مين قائد الفرقه الاولى بدل باجي. وبيصرخ تشوفيا باعلى صوته وبيقول تقدم للامام يا تيكيميتشي، انت هو قائد الفرقه الاولى. تيكيميتشي بيتصدم وبيكون مش عارف يعمل ايه، مش عارف هو ليه تشوفيا اصلا اختاره في انه يبقى قائد الفرقه الاولى. ولكن تشوفيا بيقول لتيكيميتشي ان هو كده وفى بوعده، وفى بوعده في انه وصله لقمه تومان زي ما اتفقوا مع بعضيهم. وبيفرح تيكيميتشي جدا لان تشوفيا ساعده في انه يوصل لقمه تومان. وبيرفع تيكيميتشي راسه لفوق وبيقول انا هو تيكيميتشي قائد الفرقه الاولى، اتعهد لتومان بان انا هحميها طول عمري. وبينتهي بعد كده الاجتماع بتقدم كيساكي خطوات ناحيه السيطره على تومان، وكمان تقدم تيكيميتشي خطوات ناحيه الوصول الى القمه اكتر واكتر. وعلشان يعرف تيكيميتشي هي ايه الخطوه اللي بعد كده، بيقرر تيكيميتشي انه يرجع للمستقبل ودوت عشان يعرف هو ايه اللي هيحصل بعد ما بقى قائد الفرقه الاولى في تومان. وفعلا بيرجع تيكيميتشي للمستقبل وبيلاقي ان هو لسه واحد من قوات تومان زي ما هو، ولكن بعد ما كبر. وبيلاقي كمان كل اصدقائه اللي كانوا معاه في الاعداديه انضموا ليه وشغالين تحت ارادته. وكمان بيشوف تيكيميتشي تشوفيا هو كمان اللي بيكون كبر ولسه هو كمان النائب بتاع تيكيميتشي. وبيتكلم تشوفيا مع تيكيميتشي وبيقول له انه يجهز نفسه لان النهارده في اجتماع لافراد العصابه الكبراء وان هو لازم يكون موجود في الاجتماع دوت. وفعلا بيجي وقت الاجتماع وبيروح تيكيميتشي مع تشوفيا للمكان بتاع الاجتماع. واول ما بيوصلوا لمكان الاجتماع بيشوف تيكيميتشي ان الاشخاص اللي موجودين في العصابه واللي هم قواد العصابه اصلا هم اشخاص تانية ما يعرفهمش تيكيميتشي واول مره يشوفهم. وبيفضل كل قواد العصابه يتكلموا كلام ملهوش لازمه لحد ما بيجي النائب بتاع القائد بتاع عصابه تومان واللي هو كيساكي تنتا. تيكيميتشي بيتصدم اول ما بيشوف كيساكي وبيتصدم اكتر بعد ما بيعرف ان هو النائب بتاع مايكي وان المفروض ان دراجون هو النائب بتاع مايكي مش كيساكي. وبيتكلم بعد كده كيساكي مع تيكيميتشي وتشوفيا وبيقدر ان هو يخدعهم ويستدرجهم وبيحط لهم مخدر في المشروب بتاعهم وبيخليهم يغموا عليهم. وبيفوق بعد كده تيكيميتشي وبيلاقي نفسه مربوط في كرسي وبيلاقي ان تشوفيا جنبه مربوط هو كمان وبيلاقي ان كيساكي عمال يعذب في تشوفيا. تيكيميتشي بيتصدم وبيكون مش فاهم اي حاجه ومش فاهم هو ليه كيساكي عمال يضرب في تشوفيا الضرب القوي جدا دوت. ولكن كيساكي بيتكلم مع تشوفيا وبيقول له ان مهما حصل مش هيقدر ان هو يهزمه وان خلاص كل حاجه انتهت وان هو هيقضي عليه زي ما قضى على باجي. تيكيميتشي بيتصدم وبيفهم كل حاجه، بيفهم ان في خلال 12 سنه اللي فاتوا دولت تشوفيا كان بيحارب بكل قوته وكان بيحارب لوحده بس عشان يهزم كيساكي ويقدر انه ينتقم لباجي. ولكن رغم كل المحاولات اللي عملها تشوفيا في خلال 12 سنه اللي فاتوا دولت الا ان كيساكي برضك قدر انه ينتصر على تشوفيا وقدر انه يستفرد بيه على وشك ان هو يقتله. وبيطلع كيساكي مسدس وبيضرب تيكيميتشي في رجله بالرصاصه وبيخليه يفضل يتالم ويصرخ من كتر الالم. وبيحط بعد كده كيساكي المسدس على راس تشوفيا وبيقول له قول كلماتك الاخيره ايها الخاسر. وبيتكلم تيكيميتشي مع تشوفيا وبيقول له ان في خلال ال 12 سنه اللي فاتوا دولت حصلت حاجات كتيره جدا وان دراجون تم اعدامه وان كمان مايكي اختفى ومحدش يعرف عنه اي حاجه وان كمان كل قواد افراد تومان اللي هم كانوا موجودين في الماضي كلهم اتغيروا بقى كلهم اشخاص تانية محدش يعرفهم وان كمان كيساكي تنت هو اللي مسيطر على كل حاجه وان عصابه تومان اتحولت من عصابه عاديه الى منظمه اجراميه. وبيتكلم تشوفيا مع تيكيميتشي وبيقول له ارجوك يا تيكيميتشي انقذ الجميع، انقذ الجميع ورجع عصابه تومان زي ما كانت في الاول. وبيضرب بعد كده كيساكي تشوفيا بالمسدس وبيقع تشوفيا على الارض ميت. تيكيميتشي بيتصدم اكتر واكتر وبيكون مش مصدق ان تشوفيا يموت بالسهوله ديت وكمان على ايد كيساكي. وبيقرب بعد كده كيساكي من تيكيميتشي وبيحط المسدس على راسه وبيقول له ان خلاص القصه انتهت وانا هو اللي انتصرت في المعركه ديت. تيكيميتشي بيتصدم وبيعرف ان هي ديت خلاص نهايته. تيكيميتشي بيفهم كل حاجه، بيفهم ان دوت اسوأ مستقبل رجع ليه، اسوأ مستقبل وصل ليه لحد دلوقتي. كيساكي بيقول لتيكيميتشي الوداع، الوداع يا بطلي، وبيضربه بالنار. طبعا انتوا كلكم مصدومين وفاكرين ان خلاص تيكيميتشي مات وان الانمي خلاص انتهى، ولكن احب اقول لكم ان كل دوت هو الموسم الاول من الانمي وان الموسم الثاني خلاص جاي في 7 يناير يا صاحبي، يعني كلها شويه ايام وينزل الموسم الثاني ونعرف كل اللي حصل ونعرف هو تيكيميتشي مات ولا لا، ونعرف كمان هي ايه حكايه كيساكي تنتا دوت وامتى هنتخلص منه. ولحد ما ينزل الموسم الثاني من الانمي ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وكمان تحطوا لايك للفيديو وتصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. وسلام.